السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدكة، والحديث أكيد عن خليجي 22. اليوم راحة ويوم الغد أيضا السبت راح يكون راحة، ويوم الأحد إن شاء الله تعالى دور الأربعة ونصف النهائي، منتخب إن شاء الله يواجه منتخب قطر الساعة 6:45 دقيقة بتوقيت السلطنة، والساعة 10 راح تكون المباراة الثانية أيضا اللي راح تجمع المنتخب السعودي مع المنتخب الإماراتي، والفائز طبعا في المباراتين يلتقي في المباراة النهائية يوم الأربعاء بتاريخ 26 من الشهر الحالي، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون منتخبنا بإذن الله في الموعد وأن يتواجد يوم النهائي، ونتمنى إن شاء الله تعالى العودة بالكأس الغالية وإحنا في نوفمبر المجيد. أرحب هنا برباعي الدكة هلال مخين وهيثم خليل، مساكم الله بالخير. نور يا هلا يا هلا وسهلا فيكم. رشيد جابر وفوزي بشير، مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. كان ممكن يكون ثلاثي خالد. نعم، ولكن عودة فوزي في الوقت بدل الضايع. سجل اليوم سجل. طيب إذا البداية راح تكون أكيد بهدية كذا من مخرج البرنامج، أغنية عن كأس الخليج أو عن المنتخب بالتحديد. هذا العماني والبطولة تدمع، الراس عالي دامها المجد عالي، اللي يعشق هذا التراب وضمه يكون الأول ما يكون التالي. هذا العماني والبطولة تدمع، الراس عالي دامها المجد عالي، اللي يعشق هذا التراب في دمه هذا العنيد وما
يعشق هذا التراب وضمه يقول الاول ما يقول نرحب فيكم من جديد مشاهدينا الكرام. وأكيد اليوم حديثنا بداية راح يكون عن الدعم الجماهيري للمنتخب والمبادرات اللي بدأت بالأمس، وراح نتحدث أيضا عن بعض الظروف اللي ترافق بعض روابط التشجيع هناك في الرياض حتى الآن عموما، وراح إن شاء الله يكون معنا تواصل في قادم الوقت يعني الاطلاع أكثر وأكثر والتأكد عن كيفية وآلية توزيع التذاكر، لأنه بصراحة اليوم يمكن شخصيا تلقيت يعني مئات الاتصالات والرسائل وفي تويتر وغيره، ويمكن حتى أعضاء الدكة والبقية الإعلاميين الكل يسأل وين التذاكر وكيف ممكن نحصل على هذه التذاكر. احنا راح نتواصل مع أصحاب الشان وبالتالي هم راح يوضحوا هذا الشيء وبشكل مباشر للمشاهدين الكرام حتى تكون الصورة واضحة للجميع. سعادة الشيخ غازي بن البحر رواس طبعا تكفل بطائرة كاملة بنقل المشجعين عمان تل 200 تذكرة، وإن كانت هناك بعض ربما الشروط كذا راح نتحدث عنها أيضا في قادم الوقت. الشيخ محمود الجرواني 44 تذكرة، إذاعة الوصال 44 تذكرة، الدكتور جاسم شكيلي تبرع ب 50 تذكرة أيضا، بالإضافة إلى الشيخ حمد بن ناصر المقبالي من ولاية الصحار 50 مشجع عن طريق البر، وحسب اللي وصلنا طبعا أن راح يكون انطلاقهم بيوم الغد العصر من أمام مقر نادي صحار. هذه المبادرات اللي وصلتنا وبشكل يعني رسمي، وراح نتواصل أيضا معهم إن شاء الله في قادم الوقت ونتمنى، ويمكن الحديث اليوم كان كثير عن مسألة إضافة أو تواجد يعني أكبر قدر ممكن من المشجعين وتسيير رحلات، وإن كانت بعض الأخبار ربما مسألة عدم توفر الطائرات وغيرها عموما راح نتأكد منها في قادم الوقت. بالنسبة لجماهيرنا تم تحديد البوابات الشمالية لاستاد الملك فهد، البوابة رقم 17 و18 و19 و20 و21 ايضا لدخول الجماهير، وبكره ان شاء الله تعالى راح نذكر مره اخرى 17 و18 و19 و20 و21، وان شاء الله تعالى جمهورنا يكون في الموعد ويكون حاضر وبقوه لمسانده الاحمر وزف ان شاء الله منتخبنا الى النهائي باذن الله تعالى. رحب مره اخرى بضيوفي الكرام هنا في الدكه. هلال نبدا الحديث معك، والحديث اليوم ربما الوسط الرياضي ككل هنا في السلطنه بعد الفرحه الكبيره بالامس عن كيفيه واليه مسانده ودعم المنتخب امام قطر. بدايه مساء الخير للجميع، مساء الخير موصول للمشاهدين الكرام. الحمد لله انه يعني الفرحه مكمله لليوم ان شاء الله وبكره، وحتى تستمر ان شاء الله حتى بعد مباراه قطر ان شاء الله، نتمنى انها تتكلل بالنجاح والصعود للمباراه النهائيه. تشوف اذا نتكلم عن كدعم بالنسبه للمنتخب، صراحه هناك في مبادرات يشكروا عليها، وانت يمكن بتقيف هذا الحديث هو، ولكن لا زال حتى الان المنتخب محتاج، ابناء الوطن محتاجين ويناشدوا الجهات وخاصة الجهات المعنية من غطاء خاص ومن غطاء حكومي، بعض الغطاء يجب أن يكون لهم دور ودور مساندة، لأن اليوم يعني المفروض واللي لازم صراحة يعني هذا مش أن هي تقدر تقول طلب ولا شيء، لا هذا واجب صحيح يعني اتجاه هذا الوطن اتجاه أبناء الوطن، ونتمنى من الشركات خاصة الشركات اللي هي الكبيرة ترد ولو جزء بسيط يعني من الدين اللي عليها صراحة ومن الفضل اللي عليها مقير هذه البلد. فنتمنى إن شاء الله أن المبادرات، وإحنا رايحين نتكلم أكيد يعني في غادم الوقت يعني من البرنامج ان شاء الله، ولكن هناك يجب ان تكون وقفه صادقه، ونفس الشيء يجب انه ما يكون تكون في وضوح، فاثناء يعني انت انك تبرعت ولا انك ساهمت ولا انك دعمت، يجب ان هناك تكون وضوح في 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 توزيع التذاكر، وضوح في تحديد الاماكن، التوقيت، هذا يجب ان يكون هناك وضوح، هذا اللي نتمنى احنا، لان اليوم الجماهير ليش تسالك انت وتسال الثاني والثالث؟ يجب ان هناك يكون في غموض يعني، نعم في غموض نعم. فنتمنى ان شاء الله انه يكون في وضوح على اساس انه اكبر قدر من الجماهير يروح ويساند المنتخب. نعم اكيد المنتخب يستحق المسانده والدعم في هذه المباراه. رشيد يعني يمكن خلال من الامس حتى اليوم ايضا بالنسبه لبعض ايضا الدول الشقيقه المتواجده في نصف النهائي، هناك حديث كبير عن يعني مد جسر جوي انجاز التعبير الى الرياض لمسانده منتخباتهم. شيء طبيعي، لا الامر ما صعب يعني، لان المسافه ما طويله، مسافه أصلاً قريبه صحيح. قريبه جدا يعني، تتكلم عن مسافه ساعه ونص ساعه و45 دقيقه، فمسافه قريبه جدا يعني. فبالتالي اعتقد الامر هذا ايضا حتى انا ما اشوف انه محتاج هذاك الكلام والحافز والنكوه التشجيع، لانه هذا في الاخير منتخب بلد
هو شباب يمثل البلد وظهروا بمستوى إيجابي جدا. ما كان حد يتوقع أن نكون في هذا الموقع أولا، وما كان حد يتوقع أن نكون بهالمستوى ثانيا. الفريق أثبت أنه فريق جيد، فريق مميز، ويمكن أفضل فريق في البطولة. صحيح. من ناحية التنظيم، من ناحية المجهود، من ناحية النتائج أيضا. يمكن إحنا أكبر خط هجوم دفاعيا كذلك. فبالتالي المفروض يكون الدعم موجود، أنه الدعم الأساس هو، ما نتكلم عن المادة لأن المادة هذا المفروض تجي أوتوماتيك يعني للاعبين لأنهم يستحقوا هذا الشيء، لكن الدعم الجماهيري، اللاعب محتاج يشوف جمهور معه يسانده. فتخيل أنك بتلعب أمام 30,000 متفرج وبتلعب أمام 500-600 متفرج، فبالتالي بتختلف الوضع. فرق كبير طبعا. فرق كبير. أتمنى أن يكون هناك، هي الآلية. أنا أعتقد أنه الرغبة موجودة، أنه في أنه يتواجد الجمهور والمساندة أن تكون موجودة، أو التبرع موجود، لكن هي كيف الآلية؟ في الأخير أنت في الأخير الناقل، من هو الناقل؟ طيب إذا الناقل الوطني الطيران العماني، طيب هل عنده الإمكانية أن يسير رحلات مباشرة؟ تعرف أيضا لأنه أنت عندك خبرة في المجال في هذا الجانب أيضا، عند صعوبة جدا أنك أنت تسير رحلات، لأنه تعرف ما عندنا الطائرات هذه الكثرة وهي موزعة، لكن ممكن يكون ناقل آخر يعني، ممكن يكون خطوط أخرى تساند في هذا الجانب، لكن هو التنسيق، لأنه أنت ما عندك وقت، أنت تتكلم عن البكرة ويوم الأحد المفروض يكون متواجد في الملعب الجمهور. فأعتقد أن المفروض إذا في رغبة وفي هذا، المفروض يكون صاحب المبادرة هو اللي يبادر ويحدد الناقل ويحدد الإمكانية اللي فيها تكون فيها سهولة ما فيها صعوبة، لأن أنا أعتقد أن ممكن الطيران العماني يسير رحلة رحلتين ثلاث، لكن ما أعتقد أكثر من كذا، ما أعتقد يسير، لأن الإمكانيات محدودة أيضا فيما يخص عدد الطائرات اللي موجودة مع الطيران العماني. لكن ممكن نستفيد من الخطوط الأخرى اللي هي يوميا بتجي وبتسير رحلات، فهذا يمكن هي الآلية فقط. لكن المفروض أن أنا أشوف أنه في رغبة من الجماهير أيضا تكون متواجدة، وفي رغبة من الناس اللي ذكرتها أنت في أنه هي عندها رغبة أنها أيضا تساعد في هذا الجانب. هي مجرد التنسيق وعامل الوقت مهم جدا، وأعتقد إذا ما تم قبل الساعة السادسة باكر، ما أعتقد أنه في جمهور بيروح إلا إذا كان بيروح بر ويتحرك من خلال طريقته الخاصة يعني. وهذا صعب جدا، كثير من الجماهير طبعا يعني حسب اللي وصلنا، لكن أيضا في حاجة هنا جماهيرنا، هذا الجماهير الحاجة الإيجابية في البطولة إيش هذه خالد؟ وخلينا نحن نتكلم عنها، كان الجمهور اليمني. الجمهور اليمني أتمنى ما نفقده، وأتمنى أن يكون متواجد في السيمي فاينل، سواء كان في مباراتنا مع الإخوة القطريين أو مباراة الإمارات والسعودية. أتمنى يكون متواجد، وأتمنى ينحاز أيضا لمنتخبنا. صعب أتوقع أن يتواجد. أيضا عامل مهم جدا، جمهور اليمني كان مؤثر جدا في المجموعة الأولى. كان مؤثر جدا، ويمكن هو الحاجة الإيجابية فيما يخص المستوى الفني اللي ظهرت به معظم المنتخبات. نعم، ايضا بالنسبه يعني طائرات سلاح الجو السلطاني العماني، ايضا اتصور ربما ان شاء الله احنا متفائلين بان تكون هناك ايضا مبادره بالنسبه لهم. نعم، خاصه انهم يملكوا اكثر من طائره، وبالتالي حتى لو اقتصر نقل على العسكريين وغيرهم للتواجد خلف المنتخب، فهذا تشكل اكيد اضافه، ويعني الجماهير من كل انحاء السلطنه حابه ان تتواجد في هذه المباراه لمسانده المنتخب. ويعني رشيد ذكر نقطه مهمه للغايه وذكرناها يمكن احنا في الحلقات الماضيه، المنتخب قدم أداء مشرف ورائع يستحق أكيد يعني التضحية ويستحق التواجد الجماهيري في المباراة. هيثم، نفس الجزئية والدعم الجماهيري للمنتخب والمنتظر أيضا خلال يعني 24 ساعة القادمة على اعتبار أن المباراة يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس أحب طبعا أمسي على الجميع، أكمل على كلام الأخ رشيد، أنه اللي يذكر بطولة الخليج اللي أقيمت في اليمن، بطولة رقم 20، شاهدنا أن الجمهور اليمني في عدن طبعا يتواجد في الملعب ويؤزر ويشجع المنتخبات الأخرى، حتى كان حضور متميز للجنس الناعم أو الحضور النسائي اللي طبعا افتقدته هذه البطولة يعني لأسباب تنظيمية يعني. فعموما كانت الجماهير اليمنية تشجع، يوم تشجع الكويت، يوم تشجع السعودية، يوم تشجع المنتخب العماني، يوم تشجع العراق، فكان شيء جيد حقيقة. ويمكن البطولة هذه تحديدا اللي أقيمت في اليمن
ورغم أنه كانت الظروف صعبة جدا يعني في تلك الفترة، أنا أتحدث عن الظروف الأمنية، وحتى في حينها أنه كان هناك تهديدات من تحديدا في أبين وهذه، وإحنا تناولنا في تلك الفترة الموضوع، لكن مع ذلك ما حال دون أن يحضر الجمهور، وشاهدنا يعني الجمهور يملأ المدرجات. اليوم عندما نتحدث عن هذه البطولة، وإحنا تحدثنا بصورة كبيرة، أنا ما أعتقد أنه الآن يعني البطولة فقدت موضوع الجمهور، لنترك هذا الموضوع، حلاوة المباريات كرة القدم بالجمهور، لكن كمنتخب إحنا اليوم نتحدث عن المنتخب الوطني، يجب أن يكون هناك بالفعل أكبر قدر من الجماهير، خصوصا أنت عندما يعني ستلعب مع قطر، أعتقد ومو أعتقد أجزم أن الجمهور العماني سيتواجد بصورة أكبر من الجمهور القطري في هذه المباراة، لأنه لأسباب كثيرة، منها أنه المنتخب الآن يعني أمتع الجماهير، يعني اليوم بعد الأداء الكبير والرائع واللي اللي اللي فاجأ الجميع، مو بالنتيجة وإنما بعدد الأهداف على المنتخب الكويتي، نعم. هذه الأهداف الخماسية التاريخية، فبالتالي صار حافز كبير للاعبين وللجمهور أيضا، يعني واحد يدعم الثاني، فلذلك يعني احنا نتمنى. وإذا تحدثنا عن الجمهور اليمني، هو الكابتن رشيد يتحدث يعني فيما مضى، يمكن في أول قبل أكثر من 5 أو 4 حلقات، قال إنه هناك جالية كبيرة، جالية يمنية متواجدة في الرياض، وبالتالي هذه الجالية هي متواجدة أصلا ويعملون هناك يعني في الرياض، فبالتالي كانوا متواجدين بهذا العدد. أما بالنسبة لباقي الجماهير، طبعا أعتقد يعني لا تتواجد جالية بقدر الجمهور اليمني المتواجد هناك، فنتمنى أنه يحضر الجمهور اليمني، يعني لأن الراهن على الجمهور اليمني، لكن شخصيا ما أعتقد بعد المنتخب اليمني غادر البطولة، يعني ما أتصور أنه يكونوا متواجدين في حضوره، لكن ما بيحضر. احنا نتمنى يعني أنه يزيد عدد المباراة أمس، يعني أنا متفاجئ اليوم أنه المنتخب السعودي الآن صار بالسيمي فاينال، وما أعرف معقول أهمين الجمهور السعودي سيبقى، أو جماهير الرياض هم كما تحدثوا يعني، هل سيبقى مقاطع المنتخب السعودي وجمهور يعني، ما نعرف بهذا الشيء، لكن احنا نتمنى طبعا من اليوم يعني من احنا يعني يوم غد وايضا في يوم المباراة ان نرى الجماهير العمانية، ان نرى ايضا القطاع الخاص ان يقوم بدور اكبر، يعني قطاع. يعني هذه الحقيقة 44 تذكرة او 20 او يعني هي مساهمات، لكن احنا نتمنى عدد اكبر من الجماهير، نتمنى الجميع يتساعد في هذه المهمة لنجاح المنتخب الوطني، لأن المنتخب هو على حد قول الجميع والمراقبين الآن انعكست كل الأمور، المرشح الأول هو لخطف اللقب، لكن يجب أيضا أن يكون الجمهور خلف المنتخب، أن يقف معاه، أن يقف الجميع حتى يتحقق الهدف المنشود إن شاء الله. أكيد إحنا نتمنى هذا الشيء، ونتمنى يعني الدعم أن يكون كبير ومساندة المنتخب في هذه المباراة. فوزي، نتحدث عن نفس الموضوع، وبعد ذلك أكيد راح نأخذ ونتواصل إن شاء الله مع يعني أصحاب الشأن في المبادرات ودعم المنتخب. خالد، بلا شك اليوم الجميع يريد يبادر من شركات وقطاع خاص وقطاع حكومي أن يكون داعم للمنتخب، بس في نقطة هناك في المصداقية، لازم تكون مصداقية من هذه الشركات المساهمة لدعم المنتخب. اليوم كنا تلقينا كثير من مكالمات من الرياض من الجمهور، يمكن الجمهور ما راحوا على نفقة الاتحاد، بس راحوا مصداقية من الشركات. اتضح ان الشركات في الاخير تخلت عنهم يعني كغذاء وسكن ومواصلات. الفترة الحالية يعانون هناك الجمهور، احنا ناشد اليوم من الشركات يكون في هناك مصداقية للجمهور، يعني بيقطع مسافة طويلة لين الرياض ويكون اوضاعهم صعبة. في النهاية هذا جمهور عمان رايح يشجع المنتخب. اليوم ناشد الاتحاد العماني، إذا هاي الشركات تخلت عن الجمهور، نتمنى من الاتحاد العماني أنه يوقف في صفهم. في النهاية فوز، أنت اليوم كانت الرسالة الصوتية رسلوها لك، وأنت يعني اطلعنا إحنا على الرسالة الصوتية وعلى الرسالة النصية أيضا، يعني الجمهور هناك بعض الجماهير تعاني من مسألة السكن والأكل وغيره. بالتحديد يعني تلقيت اتصال اليوم من عبد المجيد البريكي، نعم، راحوا بعثة من أحد الشركات، نعم، العمانية. على كلامهم بيوفروا لهم كل المواصلات والغذاء والسكن، بس في الأخير تخلوا عنهم في الرياض. نعم، وقالوا لهم بكرة آخر يوم، قالوا لهم بكرة آخر يوم والمباراة يوم الأحد. الجمهور كله اليوم يطالب أنه يحضر. صحيح. يوم الأحد المباراة، ومهم يكونوا موجودين في المباراة.
اليوم نحن نناشد يمكن من خلال هالبرنامج الاتحاد انه يشوف شو موضوعهم الجمهور. نعم. نتمنى انه يحلوا مشكلتهم، يعني نتمنى اليوم نناشد الشركات. بس الشركات يعني هذه اللي تولت الموضوع، يعني ليش انت شال جماهير ومتكفل بنقلهم والإعاشة وكلها ويتخلى عنهم؟ كيف يتخلى عنهم؟ هذا المشكله، ما في تنسيق يعني. او هم متوقعين المنتخب لا سمح الله يطلع وبالتالي في رساله الاخ عبد المجيد يقول في كان في تنسيق مسبق بس في الاخير تخلوا عنهم يعني هاي الشركات. نتمنى يكون من الشركات الحاليه اللي تبرعت بالتذاكر وتبرعت بالجمهور، نتمنى يكون في مصداقيه خلال احنا لو كنا يعني ما ادري الفوز اذا كان في قادم الوقت نعرف الشركه هذه المقصوده، لان بصراحه يعني لازم ان الواحد اذا يعني قام بعمل يكمل واجبه ويكمل خيره يعني ما فقط. طيب احنا راح نتواصل بالاتصال مع الفاضل بدر الهنائي مدير الاعلام الاجتماعي بعمان تل. مساء الخير الاخ بدر. مساء النور استاذ خالد، اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا فيك، سعيدين بالتواصل ويعني المبادره ايضا اللي اتت من عمان تل طبعا، ودائما عودتونا على التواجد والدعم والمسانده، يا ليت كذا تطلعنا وتطلع ايضا المشاهد الكريم عن يعني مساله التذاكر والمغادره والعوده وكيفيه واليه ايضا توزيع هذه التذاكر. نعم، شكرا استاذ خالد على الاستضافه. طبعا عمان تل هي الشركه العمانيه للاتصالات. نعم. بالتالي نحن لسنا مجرد شركة اتصالات في عمان. مسؤوليتنا تحتم علينا الوقوف بجانب أي جهد وطني سواء كان رياضي أو غير رياضي، لكن نعم. نحن أيضا بصفتنا الداعم الأول للرياضة العمانية بدون منازع اتخذنا القرار على طول مباشرة بعد المباراة. نعم. على أساس ندعم تواجد 200 شخص من الجماهير العمانية. طبعا الرقم قد يبدو صغير لكن هو وراءه جهد كبير، وراءه طبعا بسبب ازدحام تذاكر الطيران وهكذا. الشركة عملت جهدها انها توفر رحلات خاصة غير مجدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية على اساس انه ال 200 شخص ان شاء الله يذهبوا الى الرياض لتشجيع المنتخب يوم الاحد ويعودوا ان شاء الله. الآلية طبعا احنا لكي نتيح فرصة المساواة والعدالة، حق المشاركة متاح للجميع في السلطنة. وضعنا التذاكر في العالم الافتراضي على الشبكات الاجتماعية، بالتالي تبدأ في الساعة 10 من صباح الغد يوم السبت المنافسة على على على, على يعني الحصول على التذاكر، بالتالي الفوز حسب الأسبقية يكون، بالتالي احنا ما وضعناها في مكان معين. نعم. ويتجه إليه الأشخاص، حد يقدر يوصل حد لا ما يقدر يوصل. وضعناها في الإنترنت، الجميع عنده القدرة للدخول على الإنترنت. نعم. الجميع عنده قدرة إنه يتقدم بطلب للحصول، بالتالي الأسبقية تكون للشخص المتواجد على الإنترنت في الساعة 10 صباح الغد على قناة إنستغرام التابعة لعمان تل. نعم يعني محمد طبعاً. نعم عفوا يعني بدر، مساله يعني مثل هذه الاجراءات ربما تكون صعبه على البعض، ومساله الانستغرام والتصوير حسب اللي شاهدنا، ليش ما كان هناك مقترح يعني عن طريق الاس ام اس او عن طريق يعني القرعه فيما بينكم انتم ادرى يعني وعندكم على تواصل بالنسبه للارقام وللمشتركين لتسهيل هذا الموضوع بالتحديد؟ شوف استاذنا، احنا يعني قيمه من قيم عمان تل اصلا الشفافيه. هذه عملية الاختيار بتكون شفافة أمام آلاف الجماهير على الإنترنت طبعاً. بالتالي ضمننا إنه ما في أي تشكيك في مصداقية عمان تل إنها داعمة للجمهور بشكل عام بدون محسوبيات، بدون يعني شرعية، بدون أي جوانب أخرى قد تثار من قبل البعض. الاختيار بيكون أمام الناس جميعاً. الفكرة هنا إنه ندعم جدية المشاركة طبعا. سهل كثير انه الشخص يرسل مجرد اس ام اس وهو جالس على كرسي مثلا سواء بغى يحضر او لا. احنا نبغى الشخص يبذل جهد شوية زيادة عشان يثبت انه فعلا باغي يروح المباراة، لانه صعبة انه شخص يفوز بمقعد بالتالي يغير في اخر لحظة يغير رأيه. نعم. بعدين يضيع على نفسه ويضيع على زملائه أو بقية الجماهير. نعم. بالتالي نضمن جدية المشاركة، هذه أهم شيء، وحطيناها أول شرط إنه الواحد يحط في نفسه العزم الأكيد إنه يتوجه إلى الرياض من ظهر يوم الأحد. نعم. الساعة 1 إن شاء الله تطلع الطائرة
الى منتصف الليل من نفس اليوم. نعم. بالتالي نضمن انه كل حد فرغ نفسه من العمل او اخذ اجازه او فرغ نفسه من التزاماته. نعم. قبل لا يشارك حتى عشان نضمن انه فعلا قاعد انه بيفوز وبيشارك وبيروح لمؤازره المنتخب. هذه الشروط احنا وضعناها طبعا لضمان الجديه في المشاركه. نعم. لضمان نفس الشيء انه يتجمع الجميع في قناه واحده على الانستغرام وهي طبعا واحده من اكثر او ربما يكون اكثر قناه اجتماعيه انتشارا في المجتمع العماني حسب الاحصائيات لدينا. ايضا الشفافيه وذكرتها مسبقا، الاختيار بيكون امام مرأة الجميع بدون اي مكاتب مغلقه، بدون اي توزيع، بدون اي يعني، هذا كله الكتروني بيكون ان شاء الله. نعم. يعني يمكن البعض بدر تحدث عن ان احتمال يعني بعض الجماهير من خلال طبعا التويتر ان ربما مجموعه من هذه التذاكر تذهب لموظفي عمانتل، انت بالتالي بكلامك تنفي مثل هكذا امور؟ موظفي عمانتل سيتواجدون كاشراف إشراف، لكن هذه التذاكر مخصصة لجماهير المنتخب وليست لموظفي عمان. طيب ماذا عن مسألة التنسيق هناك في الرياض؟ لأن اليوم أيضا الفاضل حميد الجابري عضو اتحاد كرة القدم والمشرف أيضا على مسألة روابط المشجعين تواصل معي وتحدث عن أن هذه المبادرات من المهم أن يكون هناك تنسيق مسبق في مسألة نقل الجماهير وترتيب أيضا مسألة يعني تواجدهم أيضا في الاستاد الملك فهد القريب أيضا من المطار. شو اللي تم بالتحديد وبقية أيضا الأمور يعني مسألة التغذية وغيرها؟ طبعا كما أسلفت في البداية أنه 200 شخص ربما يبدو رقم بسيط لكن خلفه جهد كبير. من ضمن هذه الجهود اللي قمنا بها والحمد لله تكللت بالنجاح، احنا تواصلنا مع الإخوان في السفارة في الرياض. نعم. السفارة العمانية في الرياض وحصلنا تأكيد منهم أنهم بيساعدونا في الأمور اللوجستية ومن أهمها طبعا نقل الجماهير من المطار إلى الملعب والعكس. نعم. ايضا بتكفل عمانتل بتغذيه الجماهير، بالتالي ما بيكون ان شاء الله في تقصير من جهتنا في هذا المجال. نعم. الجماهير ضيوف عمانتل واحنا نعرف كيف نحسن ضيافه ضيوفنا ان شاء الله. نعم. يعني بالتالي يعني الخلاصه بدر بكره من الساعه 10 بامكان اللي حاب ان شاء الله يؤازر ويساند المنتخب يدخل على موقع عمانتل وهناك اتصور راح تكون يعني الايقونه معينه في مساله التسجيل وبعد ذلك بقيه الخطوات الانستغرام وغيرها. حساب عمانتل في انستغرام. نعم. بيعلن فيه التفاصيل بالضبط. احنا اليوم هيئنا نعم المساحه للجمهور انه يعرف ايش مطلوب منه بالضبط. نعم. غدا ان شاء الله بيفتح باب المشاركه عشان نضمن انه وقت واحد مكان واحد كل جمهور في سلطنه عمان يشارك في نفس الوقت. نعم. عشان نضمن العدالة قدر الإمكان إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إحنا بدر شاكرين لكم هذه المبادرة، نتمنى يعني 200 مشجع أن تكون إن شاء الله ضعف العدد مع وصول منتخبنا إلى المباراة النهائية، وعمانتل مثل ما ذكرت دائما سباقة في دعم الرياضيين ورعاية للدوري وغيره لعدة سنوات أكبر دليل على ذلك. بدر الهنائي مدير الإعلام الاجتماعي بعمانتل، شكرا لك. شكرا لك بدر. وهلال حب تعقب يعني على الكلام اللي ذكر بداية. نعم. من بكرة الساعة 10 تبدأ يعني الخطوات وبمكان المشاهدين يعني أتصور اللي تابعنا على علم يدخل على موقع عمانتل في الانستغرام، حسابهم في الانستغرام، وبالتالي راح يجد الخطوات ويبدأ المشوار وإن شاء الله تعالى أنه يكون التوفيق من نصيبه. تفضل. هو الأخ بدر أنه كان واضح صراحة وهذا اللي كنا نناشد فيه ونطلبه، والآن بدأت الأمور من عمانتل أنه واضحة. صراحة جهد يشكروا عليه. نفس الشيء حتى يفتكر حتى النظام، لو أنه في أشخاص ممكن تستصعب عليهم عملية الانترنت وما شابه، ولكن اكيد ما في بيت يخلى احد يجيد استخدام الانترنت الان الناس كلها، ولكن نتمنى ان شاء الله يعني هذه كمبادره كثير جيده. واحنا صراحه نشكر الاخ بدر بتوضيح الامر كامل. نعم. ولكن لا زال نريد ولاعبي المنتخب المزيد. نريد المزيد. عمانتل مساهمه بشكل كبير في الرياضه العمانيه، هي صاحبه الحقوق. نعم. بدور عمانتل للمحترفين. نعم. ومساهمات في اكثر من موسم. صحيح. وصراحه دائما يعني وحتى بعض
الشركات ممكن نذكرها بالاسم، خاصة مثلا كبنك مسقط دائما في مباريات المنتخب، ولكن صحيح. هذه المرة شوي نشوفه كأنه مهدي الوضع. يعني غريبة صراحة، بنك مسقط تعودنا من بنك مسقط دائما يكون تعودنا تأكيدا في هذا الكلام. نعم. تأكيده وشخص يجب أن نذكر اسمه الشيخ خالد المعشني. نعم. خالد المعشني. نعم. صراحة دائما سباق في هذا الجانب، نتمنى إن شاء الله اليوم تكون اطلالته خير ان شاء الله. نفس الشيء، ولكن كأمانتل احنا محتاجين صراحه. شوف انا بذكر لك حاجه، مشتغلين من الجهد ولا من المبادره اللي قامت فيها أمانتل او اي شركه اخرى. نعم. ولكن مثلا الشيخ الدكتور غازي لما يجي شخص ويتبرع بطائره سعاده الشيخ. نعم. الشيخ هذه سابقه، اول مره شخص ويتبرع بطائره يعني لمؤازره المنتخب، اول مره سابقه هذه صراحه. صحيح. فيجب ان هناك الشركات احنا يعني نتمنى الاكثر من خاصه من الشركات الكبيره والشركات الرائده، فهذا اللي نتمناه. ودائما بطبيعه الحال بني ادم دائما في مطالبه طماع، فاحنا طمعانين يا عمانتل يا قطاع المصرفيه. عمانتل الان بادرت وهذا مش غريب عليها، ولكن نفس الشيء القطاعات الاخرى صحيح محتاج انها تبادر، وتبادر بارقام اعلى من هذه ان شاء الله نتمنى. هلال اليوم مازدا شريكه في الاتحاد العماني للحين، ما انا متفاجئ من مازدا للحين ما اعلنوا اي صحيح مبادرة. كلامك صحيح. نعم. وهم شريك، هم شريك، هم شريك راعي لدور مازدا يعني لكاس دور. منتظر صراحه في يطلعوا مازدا ويبادروا يعني تكون مبادره للرياضيين يعني. نعم. يعني هلال على العموم انا 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 اشكر خاصه الاخ بدر صراحه اللي قدر اني يعني يوضح لنا الطريقه، وانه ما في مساله واسطه موظفين، لان الكثير يعني صراحه الطريقه اللي حطوها جدا في وجهه نظري جدا مناسبه، وفي نفس الوقت فيها شفافيه وفيها مجال مفتوح للكل. نعم. وعاد انت والتوفيق من الله للكل. نعم. اكيد يعني الشيء اللي يعني يثلج الصدر ان هناك بعض المبادرات الشخصيه، يعني مثل الشيخ محمود الجرواني، الدكتور جاسم الشكيلي ايضا، يعني وهذه مش اول مره على فكره ابو عبد الله، سبق يعني حتى مباريات المقبالي المنتخب الشيخ المقبالي نفس الشيء. نعم. اللي تبرع والشيخ ايضا حمد بن ناصر المقبالي، مساله النقل يعني عبر الحافل عن طريق البر طبعا، او اكثر من حافل ربما ل 50 مشجع. واحنا رسالتنا يعني حسب اللي وصلنا هناك مشكله التنفيذ الان هي بس تبقى آلية هذه ترى من خلال اتصالاتنا الحين احنا راح نتواصل مع شوية، نتمنى انكم تتواصلوا مع كلهم مع الكل ان شاء الله. انا راح نتواصل يعني مع الكل كلهم، الدكتور والمشاهدين ايضا والجماهير حابة تعرف. نعم. انت تتكلم تقريبا مع ال 500 600 مشجع في مع المتبرعين الان، فبالتالي آلية التنفيذ مهمة جدا يعني، لانه ما عندك وقت. نعم. بالنسبة للي أيضا يعني كثير من الجماهير قررت الذهاب عن طريق البر وعن طريق سياراتهم الخاصة، فإحنا نتمنى إن شاء الله تعالى منهم يعني الجميع الانتباه والحرص أيضا والالتزام في الشارع مسافة طويلة يعني، وبالتالي ما إلى داعي أن الشخص يعني لا سمح الله يتجاوز السرعة المحددة وغير. أنت رايح مشوار طويل، لو زدت في السرعة ربما الفارق يعني حاجة دقائق بسيطة، أو لو قلنا يمكن طول المسافة ما راح يزيد عن فارق نصف ساعة وغيره، فبالتالي الواحد يروح على راحته ويوصل إن شاء الله بخير وسلام ويساند منتخبه، وإن شاء الله تعالى يساهم بإذن الله تعالى في فوز المنتخب ويعود إن شاء الله سالم إلى الوطن. والتركيز كل التركيز، لأن الكثير من الشباب متحمس إنه يروح، لكن في يعني قيادة المركب نتمنى الهدوء والتركيز إن شاء الله تعالى والانتباه في الشارع، لأن المسافة طويلة بخلاف طبعا يعني الشارع ومسألة الجمال وغيرها، وهذه الأشياء اللي ربما خاصة في وقت الليل وحتى في ما تكون يعني ظاهرة أو واضحة بالنسبة للسائقين. نتمنى للجميع الذهاب والعودة إن شاء الله بالسلامة. خالد عفوا فضل. يعني بحكم تواجدي بالفترة الماضية في بطولات الخليج وأخص بالذكر البطولة اللي أقيمت في أبوظبي، نعم، كان المبادرات كانت افضل من هذه الان اللي نشوفها مع هذا التوقيت. ما اعرف هل الان يعني كانت مفاجاه ان المنتخب يفوز بهذه النتيجه ويتاهل، البعض متوقع انه ما يتاهل مثلا بحيث انه ما بادر كمبادرات شخصيه. يعني اذكر انا في تلك البطوله من بدء البطوله واحنا نشوف حتى ممثلي البنوك يعني القطاع الخاص يوميا كانت مكافآت و كل يعني اذكر هذا الشيء، ورصد مبالغ ومساهمات اخرى كثيره وهواتف نقاله ويعني كثير من الامور من اليوم ما مش يعني الان بدا بعد الفوز على الكويت. طيب معظمهم وين يعني؟ انا طبعا يشكرون على هذا الشيء، لكن وين كانوا من البدايه يعني؟ ما كان واحد ما يتوقع ان المنتخب مثلا
المفروض أنه دائما يعني يكون موضوع الإسناد أو موضوع هذا الموضوع بالذات اللي يخص الجمهور من بداية البطولة. يعني المنتخب حتى عندما ذهب يعني نذكر تصريح السيد وتصريح بول لوغوين. نعم. يعني قالوا احنا رايحين ننافس، اثنينهم قالوا قبل ما يذهبون البطولة. نعم. يعني الانتقادات احنا اذا احنا انتقدنا وغيرنا يعني تحدثنا على الاسلوب والطريقة وما اعرف ايش، والمباريات التحضيرية هو لعب مع الأورغواي ولعب مع منتخبات قوية جدا. نعم. لكن هم كانوا واثقين، قالوا احنا رايحين ننافس يعني رئيس الاتحاد وايضا المدرب، فبالتالي كان يفترض انه هذه المبادرات انه تكون بوقت اكثر يعني مبكر، مو اليوم المنتخب فاز بخمسه المنتخب اذا يخسر الجميع يبتعد، واذا المنتخب يفوز الجميع يكون متواجد. ايش رايك ناخذ اتصال؟ والله اكيد مع شخص انت يمكن افتقدته فتره طويله هنا، في الدكتور جاسم شكيلي. طيب نتواصل مع ابو عبد الله. مساء الخير يا ابو عبد الله. مساك الله بالخير خالد. يا هلا وسهلا فيك، سعيدين اكيد بالتواصل معك عبر برنامج الدكه، واسعد كذلك بالمبادره اللي خرجت منك شخصيا اليوم، وهي ليست بمستغربه عليك من اجل اكيد المنتخب وخدمه هذا الوطن. تفضل ابو عبد الله، تحدثنا عن المبادره واليه وكيفيه ايضا توزيع التذاكر. الله يحفظك يا خالد وشكرا جزيلا. واحنا حقيقه مستمتعين مستمتعين ايضا بمشاهدتكم حقيقه، والزملاء ايضا الموجودين عندك رشيد وهلال والكابتن الكبير فوزي اللي احنا متعودين نشوفه في الملعب حقيقه. نعم. ولكن الان منور عندك ايضا ابو صقر. اكيد حبيبي غالي. حقيقه احنا طبعا مبادرتنا وان كان لا تذكر بكل امانه، يعني بالعكس. أنا اعتقد انها هذا الاخوان يستحقوا اكثر مما احنا يعني حتى يخجل ان يذكر انها مبادره. نعم. ولكن بعد انجازهم بعد عطائهم وبعد المجهود حقيقه والاداء الرجولي اللي شفناه في مباراتهم مع الاشقاء الكويتيين، نعم، من الواجب حقيقه ان نشارك في هذا الامر وان كان بشيء بسيط. نعم. وبالتالي يعني مباشرة أعلننا أن مساهمتنا بخمسين تذكرة سفر بإذن الله تعالى إلى الرياض من مسقط. نعم. إلى الرياض. وفي نفس الوقت شخصيا حاولت أتواصل مع الأخوة في الطيران العماني عن مثل ما تفضل رشيد قبل شوي عن كيف. نعم. يعني سفر هؤلاء الأشخاص اللي راح يعني يكونوا من خلال 50 تذكرة. نعم. الاخوان في الطيران العماني حقيقه ايضا شفنا ان في صعوبه عندهم اعتقد في امور فيما يخص التنسيق والرحلات وغيرها. نعم. وبالتالي كان من الضروري جدا ان احنا نشوف حل اخر حقيقه. وكلفنا مكتب خاص نتعامل معه بحيث انه يوفر لنا 50 تذكره باي طريقه عن اي على اي طيران يطلع من مسقط. نعم. ويكون في نوع من التنسيق بحيث انه يوصلوا هذا الخمسين شخص قبل المباراه. والحمد لله وفقنا في هذا الجانب وحصلنا في طيران ما اعتقد يعني ما ادري اذا كان من المناسب نذكر اسم الطيران ولا هو طيران الخليج على العموم. طيب نعم. ما لا بالعكس ما يمنع يعني. نعم نعم هو طيران الخليج في رحله بتطلع من مسقط باذن الله تعالى يوم الاحد الساعه 7:45 دقيقه. نعم. وتكون تنزل في البحرين. نعم. ترانزيت لمدة كم ساعة ومن ثم تقلع إلى الرياض وتصل الساعة 4 المساء مطار الرياض الدولي. نعم. وفي هذا الأمر أيضا نستقبل مع الأخ حميد الجابري والأخ بقيس صالح الفارسي. وبالفعل جزاهم الله خير كانوا متعاونين وأبدوا يعني فرحتهم وشيء شكرهم لهذا الأمر. نعم. وراح يوفروا حافلة بحيث أن يسهلوا أمر الجمهور في المطار ومن ثم يأخذ الجمهور مباشرة من الملعب من المطار إلى الملعب. نعم. وبحيث وأيضا هم هذه المجموعة راح ترجع في نفس اليوم الساعة 12 في نفس الطيران، يعني في رحلة أيضا إلى مسقط الساعة 12 بالليل بعد المباراة مباشرة. نعم. إلا يريد يرجع طبعا، ولا ما يريد التذكرة مفتوحة ممكن يقعد يوم يومين ثلاث ما عندنا مشكلة إطلاقا، يعني مش تذكرة مش ما 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 مش طائرة خاصة تروح وترجع، لا هي تذكرة مفتوحة اللي يحب يستمر ويقعد في الرياض. نعم. ويكمل مع المنتخب بإذن الله تعالى إذا الله وفقنا وفزنا، فهذا الأمر أيضا ميسر ومسهل.
نعم. فيما يخص عملية التوزيع، نعم. تعرف خارج 50 تذكرة يعني مثل ما قلت لك الواحد حتى يخجل يستحي. لا بالعكس، لا يعني. نعم لا ولو ولو. ولكن إحنا أيضا راعينا في هذا الجانب إن الشخص اللي يأخذ التذكرة يكون فاعل، يعني مشجع، نبغي مشجع ما نبغي مشاهد. نعم. فكلفنا حد من الأخوة عندنا هنا من السويد، وقد يكون تعرف الأشخاص اللي نعم. كلفناهم في هذا الأمر. بالضبط نعم. وفعلا خلال يعني أنا الشيء اللي يفرحني إنه خلال أقل من ساعة ونص ساعتين بالتفاعل عن طريق التواصل الاجتماعي حصلنا أكثر من 50 شخص من السويق ومن مصنع ومن الخابور ومن هذه الولايات القريبة. يعني قريبة نعم. مستعدين بأنهم يروحوا ويكونوا موجودين في في الملعب ويشجعوا الفريق. لذلك هذا الأمر خالد تم التنسيق فيه مباشرة بين الأخوان اللي كلفناهم بهذا هذا الأمر والمكتب مكتب السفريات عن طريق قائمة بأسمائهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية. نعم. ومباشرة تذاكرهم جاهزة بإذن الله تعالى، باكر يستلموا تذاكرهم وتوقيت رحلتهم بتكون أيضا موضحة وجاهزة. وهناك طبعا عاد دور الأخ حميد والأخ صالح الفارسي. نعم، يعني تم التنسيق مع حميد لأنه هو كلمني اليوم مرة ثانية أكرر نفس اللي قلته قبل شوي في مسألة استقبالهم ونقلهم أيضا إلى استاد الملك فهد وبعد ذلك العودة من جديد للمطار، مثل ما ذكرت أبو عبد الله أنك نسقت في هذا الجانب. نعم انا كلمت حميد شخصيا. نعم. ووضحت له هذا الامر وقلت له ان هذه اولادنا واحنا ايضا اصلا هم بيكونوا بالرحله طويله. صحيح. تعرف يعني في البحرين بيقعدوا تقريبا 5 ساعات يعني حتى عمليه يعني هي متعبه العمليه. نعم. ولكن ما كان عندنا حل. انا لما تواصلت مع الاخوان العماني شرح لي انا والله اذكر اعتقد اسمه الاخ واحد من مدراء الاقليميين قال لي اسمه حمد الحارثي وما اذكر اسمه بالضبط وقال لي انه بيرد علي على اساس ان النيه كانت طائره خاصه طائره كامله بحيث انه يكون احنا شخصين او 3 اشخاص نتحمل تكاليف هذه الرحله مباشره بجمهورنا تروح وترجع. لكن للاسف الظاهر عندهم ايضا اسبابهم حقيقه، بس الحل صار موجود. هذا الخمسين بيروحوا بيكونوا في الملعب باذن الله تعالى ان شاء الله. اكيد الجماهير يعني ما تمنعها مساله ساعات انتظار في مطار البحرين وغيره في التواجد خلف المنتخب الدكتور جاسم الشكيلي. طبعا شكرا لك يا ابو عبد الله وعودتنا دائما على مثل هكذا مبادرات. شكرا لك. العفو يا حبيبي، شكرا جزيلا وبارك الله فيكم والله يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. اذا الدكتور جاسم الشكيلي ومبادره ب50 تذكره وتم التنسيق عن طريق شقيقه بالتحديد فتحي، وفي دقائق يعني في ساعه ربما مثل ما ذكر يعني ال50 تغطى وزياده من السويق والمصنعه والخابور والولايات ايضا القريبه، وبالتالي ان شاء الله بكره راح يستلموا تذاكرهم وينضموا ان شاء الله خلف الاحمر يوم الاحد ان شاء الله تعالى. مباشره للفاضل عبد الله الجرواني ايضا مدير العلاقات العامه والاعلام بمجموعة شركات الجرواني. مساء الخير عبد الله. مساء الأنوار. مساء الأنوار أخي العزيز خالد، أمس على الأخوة الموجودين معك في الاستديو وجميع المشاهدين أيضا. يا أهلا وسهلا فيك. ويعني تأهل المنتخب لنصف النهائي كان أيضا بالنسبة لكم مبادرة من مجموعة شركات الجرواني ودعم الشيخ طبعا محمود الجرواني، و44 تذكرة والاشتراك أيضا مع الوصال. تحدثنا عن يعني هذه المبادرة وكيفية أيضا سفر المشجعين لمساندة المنتخب. بداية أشكركم حقيقة أخي على الاستضافة، وحقيقة هذا أقل من الواجب مثل ما ذكر أيضا الأخ الدكتور جاسم قبل. نعم. قبلي. فعموما الحمد لله على كل حال إحنا يعني نسقنا مع الأخوة في الوصال أيضا. ولو خبرك يعني بعض الملاحظات حقيقة نحن تعبنا على يعني من الساعة الثانية اليوم الظهر ونحن على تواصل للحصول على بعض الحجوزات، وحقيقة يعني ما كان في هناك أي بوادر إنه نحصل على هذه الحجوزات. نعم. فاتخذنا قرار إنه نسير حافلات حقيقة. نعم. وتواصلنا مع الأخوة في النقل الوطني على أساس أنه يعني نغير إلى الحافلات. نعم. فحقيقة أيضا يعني ما وجدنا أي يعني تجاوب منهم حقيقة. في عندهم بعض الإشكاليات الفنية. نعم. ولكن الحمد لله على كل حال قبل لحظات أيضا تواصلوا الأخوة مرة أخرى معنا من الطيران العماني وأكدوا لنا أنه يعني في 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 مجال لتوفير هذا العدد، وراح ياكلوننا بكره الصباح حقيقه ل ل ل بشكل نهائي اذا ما كانت هناك بشكل نهائي. نعم. 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 اللي هي 44 تذكره وايضا بالنسبه للوصال يعني 88، لان مثل ما قلت لي انت في اتصال سابق ان هناك تنسيق فيما بينكم.
اي نعم نعم، هو 88 وممكن راح توصل الى 90 تذكره باذن الله تعالى. نعم. وهذا طبعا مثل ما ذكرت قبل قليل انه اقل من الواجب اللي نقدمه لهذا البلد يعني. نعم، طيب كيف بالنسبه للتذاكر؟ يعني الجماهير تتساءل كيف ممكن حصولهم على التذاكر؟ هو حقيقه اليوم احنا بدانا في مع الاخوه في الوصال عن طريق استقبال الرسائل النصيه عن نعم. طريق رقم الوصال المتعلق بقناه نعم. الوصال. وهناك راح تكون يعني نطلب من كل الاخوه انهم يرسلوا الاسم الثلاثي وراح تكون هناك في قرعه بالاختيار. نعم نعم، بالتالي القرعه راح زايد تفضل. هو في هناك ايضا احنا راح نحدد يعني عدد معين اتفقنا عليه 50 عن طريق المسابقه، والعدد الباقي بيكون راح يكون عن طريق اختيار بعض الاخوه من الروابط المشجعه. يعني روابط روابط مشجعين الأندية. نعم نعم نعم. شيء طيب، ماذا بالنسبة لوصول أيضا والنقل من الملعب إلى المطار والعكس، ومسألة التغذية أيضا هل رأيتم هذا الجانب؟ بالفعل هذا راح يكون في أحد من الأخوة موجود مع راح يسافروا يعني اثنين إداريين. نعم. مع الأخوة اللي تم اختيارهم. نعم. وراح يكون في تنسيق أيضا مع أحد الشركات هناك في الرياض لاستقبال الأخوة. نعم. وتوصيلهم وتوفير كل المستلزمات اللي بيحتاجوها بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. إحنا عموما نتمنى يعني مثل هكذا مبادرات أيضا أن يعني تكون خلال 24 ساعة، لأن المباراة مثل ما ذكرنا يوم الأحد. عبد الله الجرواني مدير العلاقات العامة والإعلام بمجموعة شركات الجرواني، شكرا لك، وكل الشكر أكيد والتحية للشيخ محمود الجرواني أيضا على مبادرته ودعمه أيضا للتواجد الجماهيري. شكرا لك عبد الله. اذا يعني فاكيد في قادم الوقت راح ان شاء الله نواصل حديثنا عن الجماهير ونركز كثير، بكره راح نتحدث عن مباريات يوم الاحد وغيره، لكن بالنسبه لنا اليوم وحتى بكره ايضا ممكن احنا ايضا يعني نستمر في اثاره موضوع الجماهير، واتمنى يعني من الشخصيات ومن ايضا القطاع الخاص والشركات وبعض ربما الاسماء حتى اللي ذكرها قبل شوي هلال، يعني أن تكون لهم مبادرة قادمة، لأن عودونا دائما في السابق في كل إنجاز أو في كل مناسبة متى ما احتاجهم المنتخب أو الدعم والمساعدة هم كانوا يعني في مقدمة الأشخاص الداعمين. راح نتوقف مع فاصل وبعد ذلك نستكمل الدكة. Yeah.
نرحب فيكم من جديد مشاهدينا الكرام في الدكه والحديث عن الدعم الجماهيري للمنتخب. فوزي اثرت موضوع الجماهير، يمكن رشيد لك تعقيب على بعض الجماهير اللي راحت عن طريق احدى الشركات ربما مساهمه، ولكن عدد معين في الاخير هي امكانيات. فانا اعرف ان الرابطه عدد معين جدا هم المسؤولين عنها، غير عن الرابطه الرسميه ذيك الرابطه طبعا لما يروح واحد على حسابه او يروح على حساب شركه فهذا مسؤوليه ما مسؤوليه الاتحاد يعني في الاخير. اعتقد ان المفروض الراس الجمهور هذه هو المسؤول عنهم، والمفروض ايضا هناك لما يكون في مشكله عندهم حلين، يا يرجعوا لرئيس رابطه اللي هو مسؤول عن الاخ حميد الجابري اقل يحطونه في الصوره، او للسفاره، سفارتنا هناك هي المسؤوله عن المواطن العماني. بس اليوم يشكر الاخ حميد وزارهم اليوم في حلوا مشكلتهم؟ ان شاء الله يكون حلت مشكلتهم، بس زارهم والاخ صالح الفارسي. صالح الفارسي؟ نتمنى يكون حلت مشكلتهم يعني. بس انا استغرب الحقيقه يعني انت ترسل جمهور وتخليه يعاني يعني مشكله ما معقوله يعني. يعني حتى مساله تواجدهم يعني تواجدهم اكلهم خمسه في غرفه وغيره مع البامز يعني هم ما عليه يمكن هم يتحملوا على اساس المنتخب وغيره، لكن مال التغذيه وهذه الامور صراحه اللي ذكرت محزنه جدا وما ممكن احنا نذكرها طبعا. ان شاء الله نتمنى. بس انا ما اعرف هو هل المسؤول اللي ارسلهم من هنا ولا هم راحوا على حسابهم كمشجعين يعني راحوا ايا كان يعني هلال المفترض يعني المفترض. شوف انا ممكن اغلط الجانبين، هم كاشخاص نفس الشيء هم عارفين ان رايحين بطوله، هذه البطوله ممكن تنتهي بتاريخ معين. انت منتخبك ممكن يوصل للنهاية، لازم تحط كل الاحتمالات معك. انت هم الظاهر ان الشركه اللي تكفلت بهذا الجانب حاطه الاحتمال انه المنتخب للدور الاول وخلاص. الان فاجاهم المنتخب يعني مفروض ان الشركه نفس الشيء يعني تكون مبادره منها انه تكمل جميلها جميل. ولكن نفس الشيء الشباب يجب انه يعني يكونوا حذرين ودقيقين في هذه الاشياء. انت اليوم ما في مجرد في الوطن، انت خارج الوطن. الحمد لله الحين انا ما راح اقاطعك، الحين الشباب يريدوا يظلوا لين يوم الاحد عشان يساندوا هم بيظلوا في كل حال من الاحوال. الان اتمنى من الـ 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 الان الان لا 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 يتركوا الشركه، يتركوا الشركه اذا هي ما بقادره، الشركه اذا هي ما بقادره التكفل بهذا الجانب. انا متاكد انه السفاره هناك والسفير دائما متواجد في تمارين المنتخب. نعم. وكل يوم موجود هناك ويطمن، وعنده موظفين، وبصراحه حتى موظفين الامانه العامه شباب شغالين ويهمهم هذا الجانب. احنا نتمنى اليوم مبادره طيبه من الاخ صالح ومن الاخ حميد. نعم. الجابري انهم زاروا وطمنوا على الاوضاع، ولكن هذا محتاجين ترتيب للامور. نعم. كلها نتمنى ان شاء الله انه يلجؤوا للسفاره، والسفاره اكيد بكل حال من الاحوال. ما زلت اسال السؤال، الاشكاليه في الجمهور، هل هم راحوا بالتنسيق مع شركة معينة ولا راحوا كأفراد؟ شركة هي متبنية دعمتنهم لفترة معينة ولا لطوال البطولة؟ هذا هنا عاد مسؤولية الشركة. هي مسؤولية الشركة بس ولا بفترة محددة. الحين صعدنا للدور الثاني، نحن محتاجين من الجمهور يبقون في الرياض. طبعا محتاجين جمهور يزيد. وهم طول الفترة كانوا شغالين، كانوا مساندين جيدين يعني جيدين. احنا نعرفهم بالاسم، احنا الان بنطالب بالجمهور نعرفهم بالاسم ان شاء الله. فهم موجودين فنتمنى ان شاء الله ان هناك تسهل لهم كثير من الامور ان شاء الله. انا اعتقد ان شاء الله عن طريق السفاره، ولكن لنا عشم كبير في السفاره ان شاء الله نتمنى انه تكون زاروهم، فاعتقد انه مشكلتهم ما بتكون ان شاء الله بتنحل. انا متاكد بتنحل، وحتى السيد رئيس الاتحاد بدون اي مجامله هم اكيد خاصه مساله امور مال التغذيه وكذا يعني ما يعني امور بسيطه جدا، امور بسيطه بتنحل صدقني. والخيرين كثير، الخيرين كثير، وفي مثال يعني امثله كثيره من الناس اللي تبرعوا ولا زالوا يساهموا ولا زالوا ان شاء الله بيساهموا، فكل الشكر لهم ان شاء الله الامور بتنحل. طيب هلال انت تقول الخيرين كثير، اليوم يعني علي بن سعيد الحجري احد الاشخاص العمانيين المواطنين العمانيين اللي يتواجد في الرياض يعني بادر بنفسه ومن خلال تويتر وتواصل معي وقال اني انا اتبرع بثلاث تذاكر لثلاث مشجعين. جزاه الله خير. وتواصل معي بشكل مباشر. نعم. واخذ الرقم الحساب وكل هذه الامور، وتم بشكل سريع جدا، وربما ان كان هناك تخفيض ايضا لأسعار التذاكر، المبلغ قد يكون لأكثر من ثلاثة مشجعين، وهو مواطن يعني ما نقول مثلا رجل أعمال أو نقول غيره وكذا،
يعني فقط حتى في الكثير كان في تويتر يتساءل عن السبب، قالهم هذا من اجل الوطن ومن اجل المنتخب. جزاه الله خير صراحه، هو الحس يبقى. وانا ما اعرف على فكره، ما اعرف الشخص يعني فقط الوطني. من خلال تواصله فقط. انت مشكلتك انك تفتح على نفسك جبهه، لا ننتظر التليفونات بعدين اجلس تشكل. لا لا بس احنا لازم نعطي كل لازم نعطي كل ذي حق. لا لا صحيح، شخص يعني هو الحس الوطني. هو اول حاجه اللي قابلين عنده ثلاث تذاكر. أيوه. فممكن اي واحد يتصل فيه والمتصل الاول هو اللي بيحصل. وين اليوم سكت؟ لا ابو تركي اكيد وزعها خلاص توزعت توزعت خلاص. على العموم هو يشكر يعني الحكم، يشكر على هذا الموقف صراحه. نعم. ونم هذا الموقف، نم عن شيء عن وطنيته وحبه وطنيته. نعم. أكيد. اكيد يعني. ودائما احنا لاحظنا يمكن امس الساعه 2 خارجين من هنا. نعم. من البرنامج الناس محتفله. صحيح. صراحه يعني محتفله والشوارع. وهناك يجب ان نوجه رساله لنفس الشيء في هذا الجانب والشيء اللي شدني رجال الامن صراحه. نعم. في تنظيمهم في صحيح. في سلاسه التعامل مع كل المشجعين برغم الزحمه وبرغم الاحتفالات. نعم. ولكن كانوا فعلا مرنين، كانوا فعلا يغضين يعني. فالف تحيه صراحه وشكر لهم رجال الامن. اكيد اوجه لهم كل التحيه. تركي هيثم يضحك. هيثم ايوه والله سبقتني. تعرف ليش؟ ليش؟ لان في موقف صار معي شخصيا واحنا طالعين، بس ما اريد اتكلم عن الموقف. هو بالاحتفالات وهذه بس ما اقدر اتكلم. كيف ما تقدر تتكلم؟ ما اقدر يعني، موقف صار. بس انا هناك اشخاص احنا نتكلم لنا والعلينا. إيه؟ يعني كلام جميل. طبعا. هذا. نعم. ليس بحاجه الى تعقيب، لكن نعم. هناك اشخاص وداعمين كانوا يظهرون في المناسبات يعني في الفتره الماضيه. ما اريد بدون ذكر اسماء، اليوم اشوفهم مغيبين، ما اعرف عسى المانع خير يعني. اشخاص كثيرين كانوا يدعمون ويظهرون في المناسبات واسماء معروفه. اليوم اشوفهم يعني حتى الان ما كانت هناك رده فعل، رغم انه المنتخب الان الجميع يتحدث به، يعني ما تحدث عن داخل السلطنه. والكل يعترف من كل الدول الاخرى سواء كانوا اعلاميين، ونطالعهم ونتابعهم بشكل يومي من خلال بعد هذه المباراه امام الكويت. يعني يفترض انه انا توقعت حقيقه يعني يعني احنا امس يمكن بالبرنامج حضرتك تحدثت وقلت انه العمان تيل وايضا الداعمين حتى زميلنا الاخ الدكتور جاسم. نعم. اللي يعني احييه بصراحه، يعني رجل هو يعني يعني هذا شيء كبير انه يتبرع لك بهذا العدد من التذاكر. صح. في حين هناك اشخاص اصحاب شركات اصحاب معروفين ما شفنا انهم هم رياضيين ورياضيين ومعروفين ما حركوا ساكنين، يعني خمسة اهداف ما يحركون ساكنين، شو وقت يحركون؟ وعلى الكويت يعني المفروض مو فقط ايضا يعطي تذاكر تروح وترجع. وهم عندهم امكانيه كبيره حتى ما الاقامه يعني الاعاشه تغذية. هي علامة استفهام جدا يعني كبيرة في هذا الجانب. للأمانة يعني للأمانة علامة استفهام جدا كبيرة، وخاصة يعني كقطاع خاص كقطاع مصرفي نفس الشيء وهو قطاع خاص، يعني علامة استفهام جدا كبيرة. احنا نتمنى إن شاء الله أن تكون هناك في مبادرات، ولكن صراحة يعني حتى الآن القطاع الخاص يعني ما يسلك نفس المسار اللي فيه. انا في وجهه نظري يعني المسار اللي اتجه فيه كل محب للمنتخب والعمل لغامبو المنتخب، برغم انه هناك الحمد لله في دعم من الجهات الحكوميه مثلا، ولكن يعني القطاع الخاص علامه استفهام. طيب جدا كبيره. وش الان يعني انت لان جينا نتكلم عن القطاع الخاص، متى كان ايجابي القطاع الخاص فيما يخص الرياضه؟ فقط اتصالات. ها ألو السلام عليكم. خلينا نكون واضحين. لا صراحه مو فقط كلام عزيز. هل القطاع الخاص كان اول جزء اساسي من الرياضه وبالتالي الان وجدنا انه ابتعد؟ القطاع الخاص من اول بعيد، من الاول مبتعد صراحه. يعني ما له اي دور ابدا فيما يخص قطاع الرياضه او دعم لقطاع الرياضه، يعني ما يعني هو ما ساهم في شيء. هو اللي تقدر تثني عليه صراحه يعني خاصه مباريات المنتخب. بنك مسقط دائما مبادر، ولكن هذه المره حتى الان ما عندنا معلومه. ونفس الشيء بالنسبه لعمان تل. ما بنتكلم عن يعني ما لما تقول عمان تل يعني مساهمه لما تقول القطاع الخاص، لما تقول القطاع الخاص ما تتكلم عن
شركه معينه او قطاع معين. لا بس هو تعود مثلا من قطاع من هذه الجهتين يعني. معلش اوكي بس معلش، لكن احنا لما نجي نتكلم احنا الان هذا مناسبه، انت نحن بنتكلم عن مناسبه لكن لما تجي تتكلم عن القطاع الخاص وتريد القطاع الخاص يكون شريك معك في تطوير الرياضه، لان الرياضه هي جزء من المجتمع، هي ايضا تخص شريحه كبيره من المجتمع، ففي الاخير انت لما تساهم في هذا الجانب انت بتطور الانسان نفسه، بتطور الاسره نفسها، بتطور البيئه الكوميونتي اللي هو سواء كانت ولايه او سواء كانت مدينه، او بتكون جزء منها في تطويرها، لانه هذا واجب عليك خدمه مجتمع، هذا واجب عليك انك انت كقطاع خاص ما حد شيء جزء من ارباحك، جزء من نشاطاتك تكون فيها جزء صحيح للمجتمع 1% وشيء. والرياضه اصبحت جزء اساسي في المجتمع، يعني في كل مكان تشوفها، في كل بيت، في كل حاره، في كل مدينه، في كل اليوم القطاع الخاص كل يتابع المنتخب ورياضه كره القدم، ما موجود القطاع الخاص، المهندس، العسكري، الضابط، قطاع الشرطي، كله موجود، ابني، ابنك، اخوك، عمك، جدك، خالك، قريبك، صاحبك، يعني زميلك، كل اهلك، كلهم موجودين في الرياضه. هذا لا نصبح القطاع الخاص اليوم، القطاع الخاص موجود، يعني اليوم مازدا شريك في الرياضه. بتكلم عن الجزء بسيط جدا، انا بتكلم عن القطاع الخاص ككل. الان لما نتكلم منه، الان لما نتكلم عن القطاع الخاص نتكلم عن عمان تل كداعم للدوري، الدوري المحترفين، ونتكلم عن مازدا دخل شريك فيما يخص هذا، لكن ومسقط زي ما تكلمنا عن مك مسقط في جزئيات معينه في دعم المنتخب موجود، وكفاءات المنتخب. بعدين مين صراحة هل نحن قطاع الخاص، هل القطاع الخاص مختصر على ثلاثة أو أربع شركات؟ نحن عندنا شركات أكبر من هذا، نحن عندنا شركات عالمية، صحيح شركات عالمية تملك المليارات، ما تملك هذا، يعني إذا خصص جزء من الأرباح اللي هي اللي نحن نشوف لما تطالعنا الشركات أو تطالعنا البنوك بالأرباح الربع السنوية، صحيح شيء أرقام خيالية مخيف. طيب رشيد، سؤالي لك، الطيران العماني ما يعتبر شركة؟ انا قلت لك لحظة خلينا نكمل زي مسألتك، شركة حكومية، طبعا شركة حكومية، والحكومة تساهم سنويا بمبلغ وقدره الشركة هي بدعم الحكومة، نعم. دعمت الطيران العماني، ايوه. طيب بما ان اسمه الناقل الوطني، وين الناقل الوطني في مثل هذا التوقيت؟ غايب الناقل الوطني، الناقل الوطني همه الربح برغم انه هو ارباح من المواطني، طالما ان تذكرة صالونة ما كم سنة الناس تعاني منها لا لا خلونا نفتح على كم سنة، سواء في الخريف، موسم الخريف، سواء في اي موسم، أيوة. سواء يعني في اي مناسبه، وهم يعني ما تحرك شيء، برغم انه صراحه خلينا نكون واضحين في هذا الجانب، كثير من الشكاوي يعني خاصه في موسم الخريف اذا نتكلم، نعم. كثير من ابناء محافظه الظفار صراحه كان يعانوا بعض الاشكاليات، السواح كان يعانوا بعض الاشكاليات من الحجوزات، ولكن الطيران العماني صراحه يعني عمره ما كان مساهم. ما كذا انت حتى يعني الطيران العماني كبره مساهم. اريد اروح بكره الصباح وارجع المساء ما قادر. شوف انا اللي احس في نفسي انك انت تريد ربح من شركه انت تدفع تساهم فيها. يعني انت كمواطن كلاعب منتخب يعني تريد هذه الشركه يوم من الايام ترجع لك بس جزء من اللي جالس انت تدفع له. طيب لان هي مساهمه من الحكومه. لا برجع لك، لا برجع لك والقطاع المصرفي نفس الشيء، القطاع المصرفي صراحه تعال اسمع الاعلانات وانت ذاهب للدوام في الاذاعه من اعلانات وجائزه المليون وجائزه وذهب الجرائد، اقول لك لا حياه المنتخب، لا اذا ما نزلت لهم شيء بالجريده، لا لحظه شوي يا الهي شو يسوون فينا ثاني؟ اعلانات من خاصه القطاع المصرفي، اليوم القطاع المصرفي من نسب مال اللي تحصل وياما من الله يزيد ويبارك، نعم. وهم جالسين بمئات الملايين طالما ان الربح في الربح السنه ربحهم كذا مليون، يعني ما بقادرين يساهموا في اشياء بسيطه. محمد احنا والله ما اريدهم في يطوروا الرياضه في عمان، اريد هذا الحدث بس في هذا التوقيت، ما قادرين يدعموا المنتخب في هذا التوقيت، قادرين هنا ما يريدون احنا ارشيد صح انه مو مساهمين في يعني تعال انت تعال اسمع التنظير الموقف الحين الحالي، لا زميلنا بدر جاهز، لكن مساله لا برجع لك برجع لك اكيد، يعني الناقل الوطني يعني اقل حاجه، يعني ما متوفرات طائرات يا اخي، ممكن تستاجر طائرات، ترى في انظمه وفي اشياء، احنا يعني عندنا معرفه بسيطه، ولكن بامكانهم استئجار طائرات من دول مجاوره وتغطيه يعني الحاجه الملحه لنقل الجماهير في الفتره القادمه، لكن بكل اسف يعني المسمى الناقل الوطني ولكنه نتحول الزميل بدر الغيثي. مرحبا فيك يا بدر.
اهلا خالد، ارحب فيك وارحب ايضا بضيوفك هناك في استوديو الدكه. ايش الجديد لديك بدر؟ واتصور اليوم انك متواجد في مكان اخر، ويعني ربما خليه النحل خلينا نقول واستراحه الاعلاميين. بالضبط خالد، هذا المكان مثل ما ذكرت هو المكان الذي يعتبر استراحة للإعلاميين، يتواجدون هنا بعد يوم كامل من العمل، يلتقون مع بعضهم، يتناولون وجبة العشاء، يتسامرون في الحديث، وبكل تأكيد هو مكان جميل وجميل جدا. بكل تأكيد تشكر عليه قناة الكأس التي هي ساهمت في هذه الاستراحة وفي هذا التواجد الكبير والمهم أيضا والأهم في بطولة كأس الخليج هو هذا اللقاء، على الرغم من أن البطولة أصبحت مادية نوعا ما في كثير من الأمور، حتى التصريحات أصبحت يدفع لها، كل شيء أصبح مادي، ولكن ولله الحمد هناك بعض الأمور التي لا زالت جميلة في بطولة الخليج، ولعل أجمل ما فيها هذا اللقاء الذي يجمع الإعلاميين في هذه الاستراحة الجميلة. خالد، يتواجد معي الأستاذ الإماراتي الإعلامي القدير كفاح الكعبي. أنا قلت له مخضرم، قال لي لا 22 سنة أو ما أدري كم، قال لي مش مخضرم. 25 سنة بس. 25 بس مش مخضرم. ما زلنا نتعلم. يعطيك العافية أستاذ كفاح، نرحب بكل بداية في برنامج الدكة وعلى القناة الرياضية. طبعا طلعت في نبض الخليج والكل تابعك والكل كان مستمتع أيضا. تحية لك والعمان ولأهل عمان كلهم. الله يحفظك أستاذي. تكلمنا عن البطولة بشكل عام، كيف شفتها أستاذ كفاح، وكيف شفت المنتخبات اللي تأهلت وأيضا اللي ما حالف الحظ وطلعت من الدور الأول؟ والله البطولة متوسطة المستوى صراحة في البداية، ولكن الإثارة زادت في المرحلة الثالثة. المباراة الثالثة كانت قمة، وخصوصا المفاجأة الكبيرة اللي أحدثها المنتخب العماني، اللي صراحة يعني مفاجأة كبيرة، ثار قديم من 74. بالتأكيد المستويات متوسطة لحد الآن، ما في ذاك العدد الكبير من النجوم الجدد اللي ظهروا، ما كانت مبهرة في الدور الأول في أول، خصوصا في أول مباراة، ولكنها في المباراة الثانية والثالثة زادت الإثارة. طبعا المنتخب اليمني هو ملح وفلفل البطولة، رغم أنه خرج مبكرا، إلا أن خروج المنتخب الكويتي كان هو المفاجأة الكبرى، وإبداع المنتخب العماني وعودة المنتخب الإماراتي. بصراحة أنا أعتقد أنه ما زال المرشح الأول لهذه البطولة هو المنتخب السعودي، رغم جفاء الجماهير السعودية، رغم العتب على جماهير الأندية السعودية اللي حجبت هذا الجمهور الكثيف اللي كنا نشوفه 75,000 و80,000 يتوقعنا انه راح يطغى على هذه البطولة، هذا هو الغايب الأول عن هذه البطولة، ولكن أنا أعتقد فوز المنتخب السعودي وصوله للدور الثاني راح يعيد الجماهير في مباراة الإمارات. ما كنا نتمنى عودته في هذه المباراة، ولكن احنا والسعوديين اخوان ان شاء الله. انا اعتقد وصولنا للدور الثاني يثبت ان منتخب الامارات متطور وانه قادم للدفاع عن هذا اللقب، ولكن اللقب الان مع القوه العمانيه وقطري ومع في الدور الثاني. أستاذ كفاح، يمكن البطولة تكون من الناحية الجماهيرية قليلة، يمكن ما نقدر نحكم على استاد الملك فهد كونه يتسع لأكثر من 60,000 متفرج، لكن الحضور الجماهيري مش مرضي بالنسبة لنا كمتابعين لبطولة كأس الخليج، ونعرف قيمة بطولة الخليج والحضور الجماهيري اللي فيها. في الدور الثاني تتوقع أن في جمهور راح يحضر، خاصة نسمع مبادرات من الدول اللي تأهلت للمرحلة الثانية، من عمان راح تسير طائرات، من الإمارات بكل تأكيد أيضا راح تسير طائرات، من قطر أيضا كذلك، ولقرب المسافة أيضا، تتوقع أن الحضور الجماهيري يزيد خاصة من الجانب السعودي؟ شوف أنا ما قلق على جماهير العمانية والإماراتية وبقية الفرق، أنا قلق على الجماهير السعودية. أنا متعجب يعني في كل دول العالم، في عمان وفي الإمارات وفي الكويت وفي قطر، الكل يتوحد تحت راية المنتخب، ما عدا يعني كنت مصدوم لأن أنا عارف جماهير السعودية عاشقة لكرة القدم، ما في مباراة لأحد أنديتها ما يملأ فيها الاستاد بالكامل، فانصدمنا. أنا في مباراة الافتتاح كنت أتوقع أنه ما حنلقى مكان فاضي في الاستاد، جفاء غريب، ولكن أنا أعتقد مع الانتصارات السعودية رغم أنها غير مقنعة لحد الآن راح تعود الجماهير، كل ما قربت من البطولة كل ما عادت الجماهير، ولكن
وبدون الجماهير السعودية لن تنجح هذه البطولة. احنا استمتعنا سواء في الامارات او في عمان او في اليمن اللي كانت الاكثر شعبية وفي البحرين بهذه الجماهير، ما كان في مكان داخل الملعب ولا خارج الملعب. نجي في بطولة بهذه الأهمية في خليج 22 ونلاحظ ان الجماهير تجافي المنتخب، وعلشان شنو؟ عشان الأندية. صراحة هذه يعني مفاجأة كبيرة، خصوصا ان الجمهور السعودي مولع بشيء اسمه كرة قدم، ولكن يجب أن يكون ولع الأول هو المنتخب وبعدين الأندية. أما أنك أقول عشان خاطر الأندية تجافي المنتخب فما أعتقد أنه هذا. كذلك أنا أعتقد أنه إدارة المنتخب السعودي يعني لما اختارت لما حجبت بعض النجوم في بعض الأندية، يعني مثل نادي النصر اللي هو بطل الدوري، عندما يعني نجم كبير مثل حسين عبد الغني ومحمد السهلاوي وإبراهيم غالب، بالتأكيد هذا أثر على جماهير النصر للحضور. ولكن أنا أدعو الجماهير السعودية إلا أنها تنسى الأندية وتركز على العلم الأخضر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت تدعو الجماهير السعودية وبتلعب مع الإمارات صار كفاية. شوف إحنا شوف دورة الخليج دائما جماهير اللي تحليها. أنا إذا خسرت من السعودية ما عندي مشكلة، السعودية هي 4 مرات واصلة كأس العالم، 3 مرات بطولة آسيا، دورات الخليج 3 مرات. فخر لي أن شوف إحنا رغم المنافسة الشرسة اللي بيناتنا ولكن في النهاية إخوان وحبايب وبطولة حبية. لا أقول لا فيفا راح تقيم ولا أي تأثير خارجي، لذلك الاستمتاع والمتعة. أنت عندك نجوم الدوري السعودي أفضل نجوم في العالم العربي، ولما تجي المنتخب تشوفهم قاعدين على الخط أو يعني بقدرة قادر المدرب يختار مجموعة ولا يختار المجموعة اللي تمثل أفضل الأندية. أنا أتمنى عودة الجمهور السعودي لأن عودة للمتعة، حتى لو كان على حساب منتخب الإمارات. أنا أعتقد إذا منتخب الإمارات بطل في الدورة الماضية يجب أن يحافظ على مستوى، ومنتخب الإمارات مستوى تصاعدي. المنتخب العماني هو المفاجأة الكبرى صراحة، 5 ضد الكويت. بالتأكيد لو صحيت واحد وقلت له تعال هذا المنتخب العماني يفوز بال5 على مستحيل. لا بالأمس شهدت البطولة خروج العراق والكويت أكثر فريقين فايزين في هذه البطولة، فلذلك أنا أعتقد متعد دورة الخليج بهذه المفاجآت الحلوة، ونتمنى إن شاء الله تستمر المفاجآت في النهاية. يلا بشكل سريع استاذ كفاح، وانا قبل ما اجري معاك اللقاء كنا ننتظر فقط تصريح على اساس ان نطلع بشكل مباشر مع البرنامج. البطوله اصبحت ماديه بحته بصراحه، نتكلم عن حقوق النقل المبالغ فيها وخساره البطوله ايضا لقناتين كان ممكن انها تضيف للبطوله ايضا ولجماليه البطوله. نتكلم عن حتى مش الحقوق النقل صارت تجزئ، يعني اذا تريد كابينه التعليق لازم تدفع، تريد لقاءات في الملعب لازم تدفع، حقوق النقل غير. أصبحت الناس حتى بفلوس تأخذ تصريح بفلوس، يعني البطولة الحبية واللقاء أتوقع أنه تحول إلى مادة. أنا آخر بطولة حضرتها كأس العالم في البرازيل في أمريكا اللاتينية، كل البطولات تنقل بالمجان، يقول لك من حق الفقير أنه يشاهد يحصل وجبة مجانية من الرياضة، وهذا حق من حقوقه. لذلك احنا حولناها العملية، سويناها حصرية وسوينا إذا كان الحصرية أنك تمنع يعني الناس ولا وانت عارف اللي حصل متاجرة في العملية، يعني 15 مليون دولار عشان 16 مباراة، يعني كم يعني 3 مليون درهم ونص على المباراة الواحدة. ويا ريت المستوى يعني لا شايفين كأس العالم ولا أبطال أوروبا ولا حتى أبطال أفريقيا. أنا أعتقد المبالغة في هذه المسألة راح تأزم الجمهور الخليجي اللي يتمنى أن يشوف مذيعي ومعلقي وبرامجه موجودة. إحنا نقول هذه دورة الخليج كانت أساس في بناء نهضة كروية في كل دول الخليج، ليش تجي الآن لما وصلت لهذه الدرجة من النجاح تجي تبتر هذا النجاح؟ خلينا نكون لجنة دائمة، هذه اللجنة تبيع الحقوق للجميع، لأنه تعرف يعني الميزانية اليمنية مش زي الميزانية السعودية والإماراتية والقطرية، عارفين القدرات. لذلك خلي هذه الوجبة تصل لأبناء الخليج، خليها توحد. أنت عارف أنه الرياضة توحد الشعوب أكثر من السياسة وأكثر من أي حاجة ثانية، خلونا نتمسك بالحاجة اللي توحدنا بدل ما تفرقنا. خلي الكل يعبر عن رأيه وبصورته، أقول وبصوته ومعلقة، لأن أنا أستسيغ العماني يحب المعلق العماني، ولكن بعض الأحيان إذا يريد يغير كل المجال مفتوح يا أخي، ليش أنت تحصرها؟ أقول الربح المادي، وبعدين أقول لو إحنا دول فقيرة كان أقول لك والله محتاجين 38 مليون دفعتها بي أن سيلفا وراح نموت من الجوع، ولكن الحمد لله ندفع مليارات احنا. اقول
لاحظ هذه مليارات. صحيح. انت عارف قيمة الدوري الانجليزي مبيوع على قناة الفوكس والش اسمه بأربعة مليار وخمسمائة مليون، أربعة مليار وخمسمائة مليون عالميا. فحقوق النقص صارت ولا من حق الفقير ان او ما نبغي بالبنجان، ولكن نكون عادل في توزيع الثروة، يعني نكون عادل في الطلبات. لما أطلب على قناة 5 مليون وعلى قناة 3 مليون وعلى قناة 15 مليون، وين العدالة يعني؟ أنت عارف كي أتمنى أنه دورة الخليج توحد الرياضة وتوحد الرياضيين وتوحد عشاق الرياضة في كل مكان. بس اللي حصل هذا مثل اللي حصل في عمان، تذكر نفس الإشكالية حصلت لنا. أتمنى في البطولة القادمة في الكويت أو في البصرة نقدر نجلس مع بعض. احنا اقول الفلوس يعني كل العالم تبغى تربح، ولكن الربح مش هدفنا الاول، توحيد ابناء هذه الامه. وخصوصا انت عارف الان المشاكل السياسيه اللي موجوده بالمنطقه، ان ممكن حربها بالرياضه وبان نكون وحده واحده وقلب واحد ان شاء الله. اتمنى هالشيء. اشكرك استاذ كفاح وسموح طولنا عليك، يعطيك جزيلا. تسلم، تحيه لك والشعب العماني بالكامل. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ كفاح الكعبي الاعلامي الاماراتي، وحديث بكل تاكيد جميل مع هذا الاعلامي القدير. خالد، ساحاول بحول الله تعالى أن تكون لدي بعض الوقفات مع بعض الإعلاميين، ومثل ما ذكرت بعض الإعلاميين وبعض الصحفيين والنقاد من الصعوبة أن تتحدث معهم بسبب الحصرية أيضا في الإعلاميين. عودة نعم. إليك خالد. بدر، إذا كان ممكن فقط استفسار بسيط بما أنك متواجد في قلب الحدث، بالنسبة لإصابة محمد السيابي وعبد العزيز المقبال، اطمنا عليهم. وجابر، تصور أن ربما يكون جاهز، لأن شاهدناه بالأمس في دكة البدلاء. للأمانة خالد، أنا بخصوص هذا الأمر، محمد في فندق وأنا في فندق، تواصلت معه عن طريق الهاتف ما رد علي، لكن محمد السيابي طلع معنا أمس وظهر معنا في مقابلة وذكر أن الإصابة خفيفة. عبد العزيز، حسب ما وصلني من بعض الأشخاص القريبين من عبد العزيز، أن اللاعب تمرن في صباح هذا اليوم. اليوم المنتخب كان عنده تمرين صباحي فقط، لا يوجد تمرين مسائي. يوم غد إن شاء الله سيكون التمرين المسائي. جابر، أتوقع أنه أيضا راح يكون جاهز، إصابته كانت خفيفة. وأيضا كان موجود جابر في قائمة اللاعبين الاحتياطيين في مباراة يوم أمس مع المنتخب الكويتي. خالد، ما نخاف من الإصابات، الإصابات أتوقعها عادية وبسيطة، وهي بسبب يعني المجهود الكبير اللي بذله اللاعبين في المباريات الثلاثة الأخيرة في بطولة كأس الخليج. وراح نطمن على اللاعبين إن شاء الله في يوم غد، سنحاول أن تكون هناك عملية ربط مباشر من ملعب التمرين للمنتخب، وسنتأكد من هذا الأمر من خلال تواصلنا مع مدير المنتخب أيضا. خالد، إن شاء الله تعالى. الزميل بدر الغيث، شكرا لك، وإن شاء الله تعالى راح نرجع لك في قادم الوقت متى ما كانت هناك أيضا لقاءات جاهزة. إحنا أيضا يعني بكرة ربما نتحدث عن هذا الموضوع، عن مسألة ربما يعني من النقاط الإيجابية لصالح المنتخب القطري أنه يملك يوم إضافي، يوم يعني للراحة والاستشفاء. لكن إن شاء الله تعالى يعني لاعبي المنتخب أيضا من خلال 48 ساعة تكون كفيلة بتجهيز وتأهيل اللاعبين، ويكون إن شاء الله تعالى في الموعد الساعة 6:45 دقيقة يوم الأحد، وملاقاة المنتخب القطري في درة الملاعب استاد الملك فهد. وأتصور استاد الملك فهد بالتحديد يعني قد يكون لصالح بعض اللاعبين منتخبنا اللي يملكوا أيضا السرعة والمساحات وغير هذه الأمور، راح نتحدث عنها في القادم. خلونا نشوف هذا التقرير عن منتخبنا وبعد ذلك نستكمل الدكة. منتخبنا الوطني إلى نصف النهائي في خليج 22 بالرياض. نعم، فعلها أحمرنا بعد أن حقق لقبه الأول في مسقط في خليج 19، ولم يتمكن بعدها ولدورتين كاملتين أن يلحق بنصف النهائي مغادرا من الدور الأول. فعلها منتخبنا بأداء ونتيجة خارج حدود التوقعات في مجموعة أقل ما توصف بالنارية. مشوارنا بدأ بصدام مع حامل اللقب في اللقاء الأول، الحكم السعودي مرعى العواجي حكم المباراة. كان أداؤه وتصريحاته مثار جدل في المباراة وبعدها،
فرض التعادل السلبي نفسه على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في افتتاح مباريات المجموعة الثانية في اليوم الثاني لبطولة كأس خليج 22، وهو التعادل الثالث في البطولة التي انطلقت بتعادل إيجابي بين السعودية وقطر 1-1 واليمن والبحرين 0-0. اللقاء الثاني أتى مع أسود الرافدين، حيث تمكن منتخبنا من التعادل مع المنتخب العراقي بعد تأخره بهدف في شوط المباراة الأول، ليدرك كانوا التعادل لمنتخبنا مع بداية الشوط الثاني من ركلة جزاء. تعادل آخر أتى إيجابي ونقطة أخرى غير مرضية للطموح. وفي المباراة الثالثة والأخيرة أمام الكويت رفع أحمرنا شعار الفوز ولا بديل، ليكون خارج حسابات متشابكة، حيث اكتسح منتخبنا نظيره الكويتي بخمسة أهداف نظيفة في مباراة شهدت انهيارا في ظرف خمس دقائق فقط، ليحقق منتخبنا مفاجأة مدوية هي الأبرز في البطولة حتى الآن، ويتأهل إلى الدور النصف النهائي لمواجهة المنتخب القطري. ومع نجاح يتزامن مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني 44 المجيد، تزداد الطموحات والآمال في تحقيق البطولة. جماهير الأحمر تطالب بأفضل هدية في أحلى المناسبات. نرحب فيكم من جديد مشاهدينا الكرام، وراح ندخل كذا في جزئيه المنتخب وهلال. ربما يعني كان الحديث عن اصابات عبد العزيز ومحمد السيابي، لكن يعني هيثم طمنا ان من تواصل مع محمد العالي، وبالتالي اللاعبين ان شاء الله جاهزين ايضا. واحد خلينا، هو انا تواصلت بالفعل اليوم مع الاخ محمد عن طريق الواتساب حقيقه، لانه تليفونه تعذر ما عندي رقم هناك. يعني تواصلت مع المراسل الجريدة، قال لي ما متدربين، فأنا رجعت على محمد العلوي. تواصلت قلت له، قال فعلا عندنا تدريب صباحي كان يوم استشفائي، اللاعبين كلهم كانوا موجودين، من ضمنهم أنا سألت على جابر العويسي وأيضا على محمد علي السيابي. لكن بالفعل هو كان الآن مناقشة المدرب، الله يساعدك، هل سيشرك محمد علي أساسي أم الرزيقي اللي تألق وصار مفاجأة الآن؟ والعالم كله تتكلم بيه. انت شو تفضل؟ أم علي البوسعيدي، جابر العويسي؟ انا افضل طبعا انه طبعا الدفاع ثابت، انه يلعب علي البوسعيدي والمسلمي بقلب الدفاع. بالنسبه للهجوم لا، انا اتوقع انه يبدي نفس الشيء، محمد علي السيابي مع عبد العزيز المقبالي، بعدين يشوف ظروف المباراه عنده، وبالتالي الرزيقي هو اصبح الان ورقه رابحه جدا، يعني ايضا اللاعب عنده اكثر من، يعني يريد يقدم افضل واكثر. لاعب جالس على الدكه، احنا شاهدنا الجالسين على الدكه ما يقلون عن المتواجدين كلاعبين اساسيين. طيب هلال كمدرب، عندك لاعب كان احتياط، منحت الفرصه، سجل هاتريك، متوهج في قمه يعني معنوياته مرتفعه، هل المباراه اللي بعدها تبدابه حتى يكمل او تعيد من جديد للدكه؟ والله كل مدرب له طريقته في هذا الجانب. هو فعلا انت يعني انت كشخص شو تفضل؟ انا شاطر راي هيثم، انه يلعب نفس ما بدا، ما بدأ اول. وفي نفس الوقت على اساس انت تحافظ على سعيد الرزيقي، يكون عندك ورقه رابعه، عندك ورقه رابعه، لان لا قدر الله لو بدا سعيد الرزيقي انت يعني نوعا ما، برغم ان هذا الكلام سابق الاوانه، ولكنك معنويا السيابي رايح شويه يعاني. السيابي محمد العكس، لان كان لا كان هو اساسي، كان هو اساسي، فجيت انت بدلت بلاعب تعلق اللاعب الاخر، هو ممكن يعاني نفسيا، هذه معروف في اللاعب. ولكن الشلهوب ما اعتقد انه صح، انه منتشي الان. صح، وفي وضعيه جيده، ولكن ما اعتقد انه في مشكله اذا حطيته. بس انت خياراتك كمدرب ايش تريد من المباراه؟ انت تريد تاهل طبعا، بس في اول دقائق في الشوط الاول، لان هي فيها جزئيات. الان انت انتهيت من عمليه الحسابات، اذا تعادلنا، اذا فزنا، اذا الفريق الثاني فاز، هذه انتهيت منها. عندك ثلاث مراحل في المباراه، 90 دقيقه، اذا تطولت الى وقت اضافي، اذا تطولت الى ضربات ترجيح، وانتهت المباراه.
تقدر هل تحسبها في التسعين في ضربات الأشواط الإضافية أو ترجع، فتعمل حساباتك على هذه الأشياء. فالمعطيات مختلفة لهذه المباراة، لأن هدف في الصعود، مش هدف في فقط الفوز، هدف في الصعود. عفوا بس أضيف لشيء الآن جمال، بالماضي بعد الأداء اللي قدمه المنتخب مع الكويت أكيد حتكون عنده تبديلات وتغييرات وأيضا مراجعة للحسابات. يعني هو ما توقع أن المنتخب العماني يظهر بهذه الصورة بعد، وإن كان أداءه هو الأفضل في المباراتين الأولى والثانية. كيف تغييرات؟ لكن يصير تغييرات. كيف تغييرات؟ يعني سيضع حساب كبير. من عنده؟ سيضع حساب كبير من العناصر اللاعبين والفريق الأمامه، هو الفريق الآن اللي عنده القابلية على التسجيل. المنتخب القطري من يعني؟ ما فاز وتأهل. أوكي، من تتوقع؟ المنتخب القطري ما فاز، ثلاث مباريات تعادل وتأهل، كل العناصر حطها. يعني هذا فرق. ممكن يلعب طريقة ثلاثة محاور، ممكن تعرف منتخب عمان تميز في خط الوسط. والأجنحة فوزي الأجنحة. هو تكتيك ولا لا تكتيك؟ تكتيك ما لغاه، هو قال يغير. يغير أسلوب اللعب. الآن عنده تحفظ. لا يغير العناصر. انت المنتخب العماني حتى على الاطراف شفت ايش سوى على الجناح. لا لا لا، يعني لازم السؤال هو هل وعنده بلال لن يلعب المدافع؟ تفضل استاذ. بلال محمد مصاب ما يلعب. بلال ياكل اليوم. تفضل تفضل. شنو سؤالك؟ انا بتكلم، انت بتتكلم قلت انه بيغير. هل هو انت بتتكلم عن تغيير العناصر ولا تغيير اسلوب اللعب؟ لا تغيير اسلوب اللعب، مو العناصر. عناصر على فكره بلال هو عنده يلعب المباراه هاي. هو لا كعناصر هو ما هو مين اللي هو اصلا عنده غيابات خلفان هو 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 الشيء الجيد ممكن يكون في صالحنا، لان لو لاحظنا وتابعنا المنتخب القطري بدا جيد عكس منتخبنا احنا. منتخبنا بدا تصاعد، منتخبنا يعني في تصاعد. انا اشوف ان المنتخب القطري وان شاء الله يكون نفس الشيء. لا هي بتختلف حسابات المباراه، اداء المنتخب، لانه هو المباراه الثانيه. شفت اسم هذا اللقاء؟ تغيير اربع لاعبين في تشكيله قطر. هي القراءه، قراءتك للخصم ومدى قدرة لاعبينك على تنفيذ ما طلب منه، هذه مهمة جدا. يعني في الأخير أنت بتقرأ كمدرب، تقرأ الخصم، بتعرف نقاط الضعف بتحاول تلعب عليها، قوة الخصم بتحاول توقفها، ويبقى هنا تنفيذ اللاعب، لاعبك تنفيذه في الملعب وتركيزه، ويبقى الأخير رغبة الفوز. يوم الراحة الإضافي للمنتخب القطري تتوقع أنه طبعا يعني حاجه ايجابيه بالنسبه لهم؟ طبعا لما تحصل اليوم 24 ساعه اضافيه طبعا مفيده. تلعب اليوم امام فريق جاي مثل الاسد، يريد ياكو يعني، يريد ينقذ يعني المنتخب. اليوم اللاعبين صار عندهم الحماسه والاندفاع والرغبه، ما يكتفون، يريدون اكثر من ما يعني، مو مثل مباراه لكن الاسد يدافع. احنا تكلمنا من لكن الاسد تكلمنا الفريق القطري فريق منظم. مباراه نفس ما قال ابو فيصل، مباراه تختلف عن الدور. اوكي اريد اعقب على حاجه خالد، نفس المحور اللي سالت قبل شويه، هل يبدا مثل ما انتهت المباراه او مثل ما بدا المباراه؟ هناك كل مدرب مثل ما ذكرت لك ولا طريقه، صح ولا لا؟ وانت يعني رشيد قال، وفعلا هذه نقطه مهمه، قراءتك انت هل محتاج سعيد من البداية أو محتاج يرجع للمدرب؟ وهو خياره أكيد الآن هو في حيرة من أمره. هو لا الآن لا في حيرة من أمره. لا ما هو في حيرة. أنا بقول لك حاجة، شوف كل واحد يعني، نحن كنا ممكن نتكلم عن اللاعبين ومين يلعب ومين الأفضل ومن، لكن الأقرب والأقدر على فهم ومعرفة قدرات اللاعبين هو المدرب، لأنه هو الأقرب، لأنه هو معهم كل يوم بالضبط، ومتعايش وعارف إمكانياتهم. أنا ويعتمد زي ما قلت النقطة الأولى، إيش يريد من المباراة، من اللاعبين. لأن شوف يعني هل هو محتاج، لأنه في الأخير ترى تعرف الأمور التكتيكية ولا ومسؤوليات كل لاعب فيما يخص. كل ما أشوف هذه اللقطة يعني بصراحة والله كان إحنا لا سمح الله طالعين من كأس الخليج بسبب هذه اللقطة. احنا بتاهلين ابو تركي خلاص. هي بس ترى ابو تركي بعض الاحيان تطلع طلعات والله يا اخي، لاني اخي نحن مسجلين الجزاء مسجلين الان 6 أهداف عوضونا عن مباراه الحكم، والحكم طلع من البطوله، والحكم طلع من البطوله ورايحين السيمي فاينل، وعاد بترجع لي على مباراه الاولى اللقطه يا اخي لما اشوفها سبحان الله. يعني يعوضوها شباب ان شاء الله، اكيد هم عوضوها وما قصروا. فوزي شو تفضلت ايضا بالنسبه لي مساله السيابي او الرزيقي؟ خالد اعتقد ان باركوس يعني مش مباراه دور تمهيدي ممكن تعوض تخسر التعادل. انا برايي يعني كل واحد ممكن ما اتفق مع الاخوان. نعم. انا رايي يلعب سعيد رزيقي، يبدا المباراه. لاعب دخل في جو البطوله، البطوله محتاجه نجم، ممكن هو ممكن صح. ممكن هو يكون نجم البطوله، ممكن يكون حسن ربيع البطوله. كنا خلال المباراتين حلقه مفقوده الهداف، والولد توفق تسجيل 3 أهداف صحيح.
منتشي منتشي اتمنى ان المدرب يعطيه فرصه، من ثم محمد موجود يعني على دكه الاحتياط، رشيد ممكن يدخل يعني. تتفق يعتمد على يعتمد على المدرب. لا خلي انت المدرب، لا انت بقول لك انت كمدرب، انت كمدرب. انا كمدرب إيه؟ في هذه الحاله، في هذه الحاله انا بلعب بالمجموعه اللي هي بدت وعملت الشغل الكامل يعني، وسعيد كبديل لو احتجت له. بلعب بالسيابي لانه السيابي عمل عمل شغل كويس في المباريات الثلاث كلها. بس يعني كان العمق الهجومي ممكن ما اقول لك انت هو لا هو ما اقول لك عمل فارق لما نزل عمل فارق يعني وسجل البوزيشن مالك. بل هل هو محتاج الان مثلا ممكن يطلع على الاطراف كثير؟ طيب يطلع. هل انت محتاج الاثنين مثل ما نهيت المباراه اللي هو سعيد وعبد الرزاق او عبد العزيز يعني في الصندوق، او ان بغيت لاعب واحد مشاكس وعبد العزيز اللي في الصندوق؟ طيب هل قراءتك انت كمدرب؟ بنرجع للرياض مره، بنرجع للرياض مع زميل بدر الغيثي. مرحبا فيك من جديد يا بدر. أهلا خالد وأهلا بالجميع أيضا، وعودة مرة أخرى إلى هذه الاستراحة الجميلة. وفي هذه الأثناء ينضم إلي الدكتور مهدي العبار العنزي، الشاعر والإعلامي والكاتب أيضا السعودي. رحبك دكتور معنا في برنامج الدكة وعبر قناة عمان الرياضية، وسعيدين بوجودك معنا أيضا. أنا اللي سعيد بكم وبتلفزيون سلطنة عمان الشقيقة، والله يحييكم في بلاد الحرمين عند أهلكم وشعبكم وفي بلدكم الثاني. دكتور تكلمنا عن أجواء كأس الخليج والنتائج اللي جات عليها المرحلة الأولى من البطولة، كيف شفتها وكيف لمست أيضا هذا التجمع الأخوي هنا في الاستراحة في استراحة الإعلاميين؟ أولا تجمع الخليج الحقيقة هو محل اعتزاز وافتخار لكل مواطن خليجي، والتجمع في الواقع يعني التوحد والتكاتف والتعاضد، وكما قال شاعر عربي قديم: تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا ويكسرا إن أصبحا آحادا. التجمع جميل، والحقيقة أكثر ما سرنا وأسعدنا وجود أبناء الخليج في الرياض عاصمة العرب. أما بالنسبة للمباريات وال يعني بطولة الخليج لهذا العام، أنا أعتبرها يعني لا تتعدى كونها تجمع محبة. أما مستويات الحقيقة ما في هناك مستويات تذكر كما يعني عهدنا المستويات في السابق، اللهم إلا المباراة الأخيرة التي خاضها منتخب السلطنة. وأنا بهذه المناسبة أهني كل الشعب العماني الصديق، وأهني صديقنا ولاعب نادينا السابق عماد الحوسني، لاعب نادي النصر السابق، وأيضا صديقي طلال الحوسني، وكل أبناء سلطنة عمان الحقيقة أهنيهم من كل قلبي. وأتمنى أنا كسعودي، لكن يعلم الله أني أتمنى أن يكون الفوز والكاس لمنتخب سلطنة عمان. دكتور تقول لي أنك عاشق لعمان وما زرت عمان، فهذه فيها مفارقة يمكن ومعادلة صعب أنها تكون موجودة. أنا الحقيقة ما زرت عمان بجسدي، ولكن أزوره في قلبي وعندي تصور ذهني كامل. نحن يعني الإعلاميين يكون لدينا تصور ذهني عن بلد معين. أنا أجزم بأن عمان بلد عظيم وأهله عظماء، وسلطانه الله يحفظه الحقيقة من القادة العرب الذين يعتز بهم كل عربي ومسلم الحقيقة. وبهذه المناسبة الحقيقة أنا أهني كل ذرة رمل في سلطنة عمان وكل الشعب العماني الشقيق بالعيد الوطني، وإن شاء الله أعوام مديدة وعمر مديد على طاعة الله سبحانه وتعالى لجلالة السلطان. وبهذه المناسبة الحقيقة قبل يومين كتبت تغريدة بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان، وهي موجودة معي الآن في الجوال، ممكن أقدمها لكل عماني ولكل عمانية وبالتحديد وبالأخص لجلالة مولانا السلطان الله يحفظه. التغريدة أقول: عمان عمان كل المجد، عمان كل المجد والمجد قابوس، مجدني ما ريبه فخر حتى الأطفال. يعني أنا شفت أطفال في عمان يرتدون العلم العماني الحقيقة، واعتزيت أنا كمواطن عربي
ومسلم وكمواطن سعودي من ضمن دول مجلس التعاون، أقول عمان كل المجد والمجد قابوس، مجدني ما ريبه فخر حتى الأطفال، دولة عطاء وقفاتها ترفع الروس، وفيها شموخ ورددت كل الأجيال، وأنا من ضمن من يرددون عاشت عمان أبية حرة، وعاش السلطان، وعاش كل مواطن في هذا البلد العزيز. أنا أشكرك دكتور على مشاعرك الطيبة، وكلنا أخوان وكلنا إيد واحدة إن شاء الله، والخليج ما يأخذ الله سبحانه وتعالى هذه الأرض ومن عليها. شاكر لك هذه المشاعر الطيبة دكتور. الحقيقة أنت قلت الخليج، وأنا أقول ترى الخليجي للخليجي قرابة، جموع نتعزز والعدو ما غلبها، لا تفرقة لا هيمنة لا عصابة، وحدة هدف لفرق الله شعبها. وهي من قصيدة طويلة ألقيتها أمام سيدي خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز الله يحفظه. الله يحفظه وصح الله لسانك. آمين. شكرا لك يا أستاذ بدر، وشكرا ألف شكر الحقيقة لقناة السلطنة، قناة عمان الجميلة التي نتابعها بكل اشتياق، والزملاء الموجودين الذين الحقيقة شرفوني بأن أطل على المشاهد في هذه السلطنة من خلال هذه القناة الرائدة، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا دكتور. يا هلا حبيبي. شكرا لك. يعطيك العافية. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا للدكتور المهدي. أيضا أحمد البهلولي أحد الشباب النشيطين خالد هنا في المملكة العربية السعودية وفي البطولة تحديدا. أحمد هو مصور في موقع صدى جعلان، هذا الموقع الذي يغطي أحداث بطولة كأس الخليج. تخيل خالد بجهود ذاتية يصورون تصوير فيديو وتصوير فوتوغرافي وتغطيات مباشرة من قلب الحدث. أحمد أرحب بك ونشكركم على المجهود الطيب هذا والظروف الصعبة اللي تواجهنا في تغطية المباريات. أحمد تكلمنا عن وجودكم وتغطيتكم للبطولة بكل تفاصيلها. أشكرك جزيل الشكر. أولا أشكركم على الاستضافة الطيبة لتلفزيون سلطنة عمان. ثانيا أحدثكم عن اللجنة الإعلامية صدى جعلان، هي لجنة تطوعية من ولاية جعلان بربو حسن، شباب نخبة من القدرات ونخبة من المهارات ونخبة من المصورين والمحللين أيضا المعلقين الرياضيين. صدى جعلان يترأسهم إبراهيم الصواعي، ونحن أنا وعبد الله الدرعي، أحمد البهلولي وعبد الله الدرعي، الشخصين اللذان يمثلون هذه اللجنة الإعلامية في السعودية لتغطية كأس الخليج. كلمنا عن تغطيتكم لمباراة المنتخب مع المنتخب القطري، شو اللي محضرينه بالضبط؟ وكلمنا عن دوركم أيضا في تحفيز الجمهور للحضور إلى الرياضة وتشجيع المنتخب. بالضبط. أولا كأس الخليج لا يحتاج إلى لجنة تطوعية لتغطيه ولتمثله في تغطية الفعالية، لكن نحن ارتئينا أن نكتسب الخبرات من الإعلاميين المتواجدين من جميع أنحاء دول المجلس العربي، حوالي يمكن 500 إعلامي، نكتسب من خبراتهم، نتعلم من كيفية تعاملهم مع الإعلاميين، نحتك مع الإعلاميين، من ثم تغطية صدى جعلان تتمثل في التصوير وأيضا التصميم، ومن ثم أخذ الحوارات واللقاءات مع اللاعبين وأيضا الإعلاميين الكبار وممثلين المنتخبات، أخذ اللقاءات والحوارات مع الجمهور، نقل الحدث بتفاصيله إلى الجمهور. حفزت الجمهور، قلت شيء للجمهور عشان يحضر مباراة المنتخب مع قطر. بالضبط. في الموقع نحن تحركنا في مواقع التواصل الاجتماعي كثير، أيضا لدينا موقع مقدمين جوائز كثيرة للمشاركين، أيضا للحضور إلى منصة الملعب للمشاهدة في جوائز وفي مشاركات كثيرة من الجمهور. وفقين يا أحمد. شكرا لك. شكرا كل التوفيق. أحمد البهلولي عضو في اللجنة الإعلامية في صدى جعلان، وعودة مرة أخرى إليك خالد في استوديو الدكة. شكرا لك بدر، يعطيك العافية. وإحنا متواصلين في برنامج الدكة والحديث عن الخليج 22. هل الاتصال جاهز مع عبد القادر؟
أو مش جاهز للاتصال. عموما إن شاء الله في قادم الوقت راح يكون إن شاء الله معنا تواصل مع الكابتن عبد القادر الأبرك للحديث عن مبادرة أيضا أتت من الشيخ علي بن أحمد الرواس أحد الداعمين للرياضة والرياضيين هنا في السلطنة والداعم أيضا لنادي ظفار، وبادرة من الشيخ علي أكيد راح نتعرف عليه إن شاء الله في قادم الوقت. يمكن رشيد كان نتحد يعني كان مسألة التشكيل وكذا، وأنت ربما يعني قلت حسب المباراة على حسب وبعد ذلك قلت حسب اللي بدأت في المباراة على حسب المعطيات المباراة واحتياجاتك من اللاعب واجبات اللاعب في الأخير أنت محتاج وثقتك، لأنه في الأخير المدرب هو الأقرب للاعبين مدى جاهزيتهم، ما جاهزية أيضا من الناحية البدنية فقط ولكن أيضا من الناحية المنتاليتي الذهنية، من ناحية الأوريدي دخل في الأجواء ما دخل، الواجبات اللي تريده منها، من بيخدمك في هذا الجانب، فبالتالي أنت قرأ أنت لاعبينك بتعرفهم أكثر. فالقرار صح، أنا أعرف أنه صعب، اليوم بتقول لك والله في لاعب نزل مباراة مسجل 3 أهداف في أول مباراة يلعب وكبديل، طيب لو بدأت فيه وما كان إيجابي في المباراة صح، طيب خياراتك ايش بعدين؟ طيب تقول السيابي، طيب السيابي ممكن يكون لو نزل كبديل وما يعطيك ايضا الناحيه الايجابيه اللي انت تريده منها. فهي ما سهله جدا، ولكن المدرب كونه اقرب فبيكون سهل عليه اتخاذ القرار، لانه بيعرف ايش يريد من المباراه وبيعرف الخصم، قرأ الخصم، قرأ نقاط الضعف اللي موجودة، نقاط القوة اللي موجودة، يبي يدافع من وين، يبي يهاجم من وين، يبي يضغط من، هذا كلها قراءات للمباراة، وبالتالي معطيات المباراة ومختلفة تماما، يعني مختلفة تماما المباراة اليوم، بتتكلم عن مباراة لازم في انك يا تكسب المباراة يا تخسر، ما في حل. وبالتالي الحذر والحسابات الدقيقة دائما يكون موجود فيها، وأدق التفاصيل وحتى التفاصيل الصغيرة دائما تكون موجودة في هذا الجانب. فأنك أول وأهم حاجة أنك العنصر اللي بيبدأ المباراة بيكون من الأولويات، من يبدأ ومن عند القدرة لتنفيذ ما في بال المدرب، لأنه في الأخير لما اللاعب ينزل انتهى أمر المدرب، يبقى التنفيذ. طيب اللاعب اللي اخترته هل عنده القدرة ينفذ؟ هل هو جاهز ينفذ؟ لأنك بعض الحين تطالع، هل هو الأنسب للمنافس؟ هل هو أيوه، بعض الحين تطالع اللاعبك وتعرف أن اللاعب هذه لا مش قادر يبدا المباراه طالع في، فهي خيارات مدرب، وانا اعرف ان القرار صعب جدا اليوم انه الرزيقي يبدا المباراه وما يبدا المباراه، قرار صعب جدا يعني. نعم، هذه ملخص المباراه الامس طبعا، ويعني الفرصه الاخطر قبل بدايه الخماسيه براسيه عبد السلام، بس انا مع نقطه مهمه جدا واكررها، من يبدا انا اعتقد مش المشكله الان، لانه الفريق اثبت خلال الثلاث مباريات هو كفريق مش كأفراد، كمجموعة نعم في السيستم مالهم كمجموعة، في صراحهم كمجموعة، في دفاعهم كمجموعة، في هجومهم كمجموعة، فبالتالي الآن أصبح الفريق بيلعب كمجموعة واحدة، فاللي يبدأ بيبدأ على حسب خيارات مدرب وعلى حسب في نفس الوقت ماذا يريد المدرب من اللاعب. من يلعب المفروض الآن ما تكون مشكلة، وخاصة نحن في السيمي فاينال. نعم، اتصور ان الفريق اكيد جاهز. ايضا بالنسبه لعلي البوسعيدي الكل يرجح كفه ان علي يبدا هلال كمدرب. علي صراحه اثبت وهناك نفس الشيء التوازن اللي يمتاز فيه، سواء صحيح. سواء في الجوانب الدفاعيه او في الجوانب الهجوميه اللي كان فيها مميز، هذه تاكد الجوانب الهجوميه. نعم. يعني انت لو تكلمت عن سعد بقول سعد عنده خبره مباريات دوليه وعنده باع طويل يعني مع المنتخب، ولكن إن علي فاجأك بهذا المستوى صراحة شيء جيد. علي من فترة صار له في المنتخب يعني مع لوغوين، صار له مش فترة طويلة ولكن في الأوان الأخيرة تقدر تقول من الموسم اللي فات تقريبا أو أقل، ولكن كان يتريث مشاركة علي يعني ما كانت باستمرار، فالحمد لله إن هم الاثنين الرزيغي وعلي يعني جاتهم الفرصة وقدروا كيف يتمسكوا بالفرصة. اليوم الكل يعني بيطالب فيهم، يعني علي مثلا الرزيغي كل المجموعة يعني كل المجموعة جالسة تقدم، يعني أنت توقع حتى لو الخيارات الثانية اللي موجودة في، لا يعني لاحظنا إحنا جمعة درويش مثلا على سبيل المثال صح ولا لا، لاحظنا في جزئيات من المباراة السابقة قبل الأخير المباراة السابقة لاحظنا فهد الجلبوبي، لاحظنا أكثر من اسم، فهو هذا شان مدرب، ولكن اليوم علي فرض نفسه يعني على التشكيل وفرض نفسه على المجموعة
لان اول مباراه انت تلعب اساسي في بطوله كاس الخليج ومباراه تحدد مصيرك وما لك فيها فرصه الا الفرصه الوحيده الفوز. نعم. وامام منتخب الكويت اللي هو متمرس في الجانب وتصنع هدفين وتظهر بمستوى جيد انت كلاعب، فاذا هذا نفس الشيء يحسب لعطاء اللاعب ويحسب نفس الشيء لتجهيز اللاعب يعني قبل خوض مثل هذه المباراه. فانا في وجهه نظري ان الان المجموعه مكتمله، ولكن يجب ان ندرك ان هذه المباراه لها ظروف مختلفه تماما عن المباراه السابقه. هي مباراه تبقى في النهايه، ولكنك انت راح يكون عندك في غلبي الدفاع مش مساعد ندى، يعني ليس تقليل من يعني مش تقليل من فوز المنتخب، ولكن بتحصل بلال، بتحصل نفس الشيء الماجد. لا اعتقد بلال مصاب، ما ادري بس حسب اللي وصلنا نعم. نتمرن بلال، ولكن اللاعبين متمكنين ومنسجمين مع بعض ويلعبوا صار لهم فتره، فاكيد بيكون يعني نفس الشيء. هذا نلعب بلال، والله الهلال ثقتنا كبيره كده في اللعبة. لا اكيد خلونا ناخذ اتصال. نعم. ما ناخذ هي انه خلاص احنا فزنا بالكويت بخمسه، هذا انجاز جدا كبير. الان طيب. المباراه تحتاج مباراه قطر تحتاج جهد مضاعف لان نهائي فيها. طيب احنا راح ناخذ اتصال مع الكابتن اللي وصفه بالامس رشيد جابر باللاعب الفنان كابتن عبد القادر المبدع. عبد القادر الابرك مرحبا فيك. مرحبتين ابو تركي، تحياتي لك وتحياتي لكباتنا الكابتن رشيد المدرب، يعني الشخصيه اللي انا اعتز بها يعني نعم. ساهمت بشكل كبير في بروزي، في بروز كثير من الاسماء الموجوده نعم. في نادي الظفار او حتى اللي المتواجده في المنتخب نعم. المنتخبات الوطنيه. وتحياتي ايضا للكابتن فوزي والكابتن هلال والاستاذ هيثم خليل، وخليه نعم. يضحك شوي، انا شايفه من امس زعلان شوي على نتيجه. هيثم زعلان اليوم. طيب واشوفه دائما دائما في اختلاف وليس اخلاف بين الكابتن فوزي والكابتن رشيد يعني. طيب عبد القادر احنا نرحب فيك، وبالامس الشيخ علي بن احمد الرواس ايضا تواصل معنا وقال انك راح يعني كممثل للشيخ في بادرة معينة أيضا من أبو سعيد، يا ليت يعني تعطينا الخبر والمبادرة اللي أيضا أتت من الشيخ علي بن أحمد الرواس. بداية أنا من خلال تواصلي مع الشيخ يعني نعم. الشيخ كان في تواصل وحقيقة اليوم مع الطير العماني وأيضا مع بعض المكاتب الخاصة، ولكن للأسف ما كانت هناك نتيجة مثمرة نعم. نتيجة الزحم ونتيجة أيضا الإجازات، وكانت حتى يعني الردود ما كانت جيدة، كانت سلبية نعم. ولكن في الأخير الشيخ يعني في حالة وصول إن شاء الله المنتخب للمباراة النهائية هناك أيضا دعم يعني يتناسب مع الحدث وأهمية المباراة، وأيضا دعم يتمثل في حضور الجماهير ونخليها في وقتها بإذن الله. وأيضا كان الشيخ أيضا يعني لدور الإعلام، يعني كان هناك مثمن لدور الإعلام من خلال يعني خلق أجواء جميلة والتحرر من الضغوطات وأيضا مساندة المنتخب، خصوصا نعم. احنا رأينا في فترات سابقة أنه هناك في احتقان كبير، ولكن الإعلام كان دوره كبير، إعلام مرئي، إعلام سمعي، إعلام مقروء، إعلام على بجميع وسائل. الشيخ يعني أعلن عن إقامة احتفاليات تكريمية كبيرة يعني تتناسب مع دور الإعلام من خلال يعني وايضا لا انسى ايضا انه سيكون هناك ايضا تكريم للاسمش للاقصى الرئيس الرابطه حمد المخيم بدوره البارد نعم. ايضا والرئيس الرابطه الحالي متواجدين في الرياض. وايضا انا اكد لك انه الشيخ يعني خلال تواصل شخصي معه دور الاعلام متميز، نحن راينا يعني هناك في توحيد صف واحد نعم. ذكرتونا بمفهوم والمتكرس في الفتره السابقه في خليج 19 شعار العماني اللي فريد من نوعه من خلال النبض الواحد شاهدنا نعم. اليوم رأينا اختلاف كبير في مستوى المنتخب، رأينا روح عالية، رأينا خماسية متميزة وإن شاء الله بإذن الله نحن يعني إعلان هذا كل التفاصيل سيتم عنها فيما بعد البطولة. هي بعيدة كل البعد عن نتائج المنتخب، هو رجل يعني حب أنه يثمن هذا الدور. هذا الدور دائما نحن نشوف الإعلام دائما يعني كثير من الجهات أو كثير من الأندية أو بعض الاتحادات دائما ما تعطي الإعلام أو بعض الجماهير من خلال بعض المواقع الإلكترونية ما تعطي الإعلام دوره، دائما الإعلام يحضر بشكل يعني سلبي في 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 طاولة هؤلاء الناس من خلال يعني دائما اتهام الإعلام بأنه ما له دور. بالعكس اليوم الإعلام له دور كبير، دوركم مميز. أنا هذا طبعا هذا تكريم تشمل الجميع من مذيعين من مخرجين يعني من معدين نعم. وايضا من حتى محللين، وانا حبيت ان اضع هذا التكريم من خلال تواصل شخصي من قبل الشيخ شرفني نعم. انا وضعه، وانه ايضا اكد على امر مهم عمليه ان شاء الله الدعم القادم في حال وصول المنتخب ان شاء الله
يعني معلن عنه، وان شاء الله تكون في المناسبه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تعالى. الكابتن عبد القادر الابرك، شكرا لك على هذه المداخله، ونوجه جزيل الشكر ايضا للشيخ علي بن احمد الرواس الداعم اكيد، واللي تحدث عن ان شاء الله تعالى دعم كبير للجماهير مع باذن الله وصول المنتخب للمباراه النهائيه، وايضا تكريم الاعلاميين سواء يعني المتواجدين هناك في الرياض او من قام اكيد بالتغطيه الاعلاميه من خلال هذه بطوله خليج 22، وايضا رئيس الرابطه السابق طبعا حمد المخيني اللي نتمنى له كل السلامه ان شاء الله، ورئيس الرابطه الحالي. وهذا الشيء اتصور هلال ليس بمستغرب على ابو سعيد. الشيخ علي يعني هو داعم اساسي خاصه لمسيره نادي ظفار، ورجل نعم. حاضر بقوه على الساحه الرياضيه نعم. ومتواجد حتى لاحظنا في مباريات وديه للمنتخب نعم. صراحه يعني هو مجرد المبادره، وكان هناك له تحرك على اساس يعني جماهير تكون موجوده في هذه المباراه، ولكن الان هو يقدم وعد قطعي على اساس انه ان شاء الله في حاله الصعود، بحكم انه ما حصل الفرصه نعم. التنسيق جاء متاخر، انه هناك بتكون جماهير حاضره للمباراه النهائيه باذن الله في حاله الصعود، وفي نفس الوقت يثني على دور الاعلاميين. صراحه اذا كان هناك من مجموعه غير لاعبين المنتخب وغير القائمين على لاعبين المنتخب تستاهل التكريم، فهي البعثه الاعلاميه المتواجده في الرياض يعني صراحه يعني مش كمجامل لهم، ولكن احنا مقدرين هنا موجودين ومقدرين العمل، شيء ملموس يعني شيء ملموس صراحة، وعيشتونا فعلا في البطولة، ودوركم جدا مقدر. طيب هيثم، يعني تكريم وتقدير أيضا للإعلاميين من الشيخ علي. يعني شهادتي بالشيخ علي الرواس مجروحة، يعني أنا التقيت بهذا الرجل في أكثر من مرة وكنت قريب، رجل داعم للرياضة، رجل أيضا تحدثت عنه سواء في الصحافة في وقت مضى، وكنت دائما اكلف المراسلين باجراء نعم. حوارات معاه الموجودين في محافظه الظفار، وايضا حتى من خلال متابعتي له على الفتره الماضيه، الرجل داعم كبير للرياضه، يعني يكفي استقطب نجوم الكره العمانيه وحتى المحترفين في لنادي ظفار في الموسمين نعم. الاخيرين، يعني فاعتقد نتمنى ان تكون ايضا هناك شخصيات رياضيه كثيره مثل هذا الرجل اللي يحب كرة القدم ويحب بلده ويحب أيضا محافظته، فبالتالي تحية كبيرة عبر هذا المنبر إلى نعم. الشيخ علي الرواس. احنا عموما بالنسبة لمباراة منتخبنا مع قطر، ويعني الأمور اللي تتعلق بهذه المباراة أكيد في يوم الغد راح تكون معنا مساحة للحديث أكثر وأكثر، لكن يمكن عبد القادر قال ليش اليوم هيثم ما يبتسم أو حزين، ممكن بسبب خروج العراق. عبد القادر ما أعطيتني شو أخبار العراق والخروج المنتخب. لا أتحدث الآن جزئتين، يعني لعبد القادر وبعدين نرجع زين يلا. بالنسبة لعبد القادر أنا أعتز به شخصيا، وهو من النوع اللي يتواصل مع الجميع صحيح. ودائما تكون عنده ملاحظات وأي شيء يخص نادي ظفار نعم. إذا يعني إذا كان سواء انتخذنا أو امتدحنا نعم. فالرجل متواصل يعني صحيح. أما ليش زعلان ها؟ ذكرها نقطة أنا وياك لازم نكون مختلفين معاي ولا مع أبو فيصل مختلف؟ هو فاهمكم عبد القادر فاهمكم أنت مختلف مع من أيضا؟ ها؟ مختلف مع من؟ أنا خالد أنا بالعكس أنا ما مختلف مع أحد، بس دائما كابتن رشيد هو في بعض الأحيان يختلف وجهات نظره. أنت كابتن قبل تحية إلى زميلنا أبو فيصل طلال العامري، فبالتالي هي يعني وجهات نظر. عموما بالنسبة للمنتخب العراقي يعني ما أعتقد صدر قرار بالنسبة لمدرب الفريق، مثل ما هو أيضا منتخب الكويت، يعني احنا تابعنا أنه هناك رسالة هو جوفان فييرا قدم رسالة شفوية أنه لن يريد أن يكمل المهمة، أما مسألة إقالته ما ظهرت نعم. ونفس الشيء بالنسبة لمدرب العراق حكيم شاكر، كل الوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الكل حتى عملوا له يعني هاشتاغات، وأيضا عملوا له حملة، يعني شلون هنا مثلا كلنا نبض واحد الحملة، هناك الحملة كلنا نطالب بإقالة حكيم شاكر، فحملة متواصلة بمواقع التواصل الاجتماعي، لكن هو مرتبط بعقد طبعا والعقد يتوقع قبل أن تبدأ البطولة، لأن يعرف كرة القدم ما بها أمان يعني، فيا أما يوفرون مثلا إذا أرادوا بحالة أنه إقالته يعطوه أكيد المبلغ اللي هو أعتقد يمكن هو يطالب $400,000 ما أعرف نص مليون دولار ما أعرف، عموما فهذه الأمور يعني.
أنا صراحة يعني يمكن ملينا، يمكن حتى أنتم مليتوا من هذه المناشدات ولا المطالبات، ولكن نشوف من المفارغات إنه أفراد طوال البرنامج ومن أمس في تجاوب لمساندة المنتخب. نعم. وشركات عملاقة لا حس ولا خبر. نسينا سالفة النقل الوطني. يعني لا 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 صراحة يعني هذا شيء يحس بالنفس. لا لا والله أنا متأكد إن يا أخي شيء يحس بالنفس صراحة يعني. صراحة شيء شيء يحس بالنفس. لا أترينا. الآن يعني شوف الشيخ عادل اللي تتكلم في الموضوع. يعني شوف إحراج ليش؟ لا 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 الشيخ الدكتور غازي جزاء الله خير، الشيخ علي الرواس جزاء الله خير، الشيخ محمود القرواني جزاء الله خير، المواطن العادي الأخ الحجري المقيم بالسعودية وهو عنده الحس الوطني نفس الشيء، الأخ الشيخ المقبالي كلهم، ولكن نشوف مبادرة الدكتور والدكتور جاسم, جاسم. نعم. يعني أشخاص وقدموا مساهمات، شركات كبيرة وللأسف يعني لا حس ولا خبر. نعم باستثناء عمان تل ولا نطمح منها المزيد يعني صراحة. والناقل الوطني هذا الوطني عاد على الله يعني شيء صراحة غير صحي يعني ما لا يعني مش شيء يحس بالنفس فعلا يعني هذه 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 القطاع الخاص، ولكن أنا أتمنى إن هناك تكون وزارة التجارة تحديدا لها دور في هذا الجانب، وزارة التجارة لها دور يكون في هذا الجانب ليلزم هذه الشركات للمساهمة إجباري. زي معالي وزير التجارة الرجل رياضي ومثل ما نعرفه كان معالي الدكتور الدكتور علي السنيدي، فيعني عموما لكن يجوز ده ينتظرون تأهل المنتخب للمباراة. ما في تنسيق باكر في بعضهم فقط باكر يعني انت عندك اخر يوم بكره السبت مع الفوز بالبطوله. ما ادري التغريدات جاهزه ناخذ تغريدات او طيب ناخذ تغريدات على اعتبار ان دقائق البرنامج على وشك ان تنتهي. مشاهد إدريس ربيع الكأس يبغى دوم عزم وتفاني وانتم لها بالدوم يا فرحة الجيل اللي لعب أمس ما هو عماني أحمر ظهر والكل قالوا برازيل. بس عاد البرازيل غلبت 7. جمعة السلامي شكرا لك ساهم وتبرع هذا عمان وأهلها أهل كرم، أتمنى من البنوك تساهم والشركة الدرجة الممتازة تبادل بتبرعات، كلنا عمان كلنا نبض واحد. عبد الله الغافري ألف ألف مبروك لمنتخبنا في انتظار اكتمال الفرحة بالتتويج بالكأس أبناء قابوس. نبيل السعدي أبارك لجماهير الأحمر وفية وقدها بإذن الله للتتويج بكأس البطولة بنفس الروح والعطاء اللي شاهدناها بجميع المباريات. عادل السعيدي مؤلم حقا أن تغيب المسؤولية الاجتماعية من قبل شركات القطاع الخاص في ضوء التمتع بخيرات الوطن لترمي مسؤولياتها الوطنية خلف الأسوار. أبو خالد الجهور شكر خاص لكل مبادر لتوفير الدعم لجماهير عماني، وشكر لكم كباتن الدكة على المجهود الواضح وعلى رأسهم كابتن خالد الشكيلي. شكرا على الوردة يا أبو خالد. ناصر السعيدي أستاذ خالد رأيي يجب البدء بالشلهوب الآن، الشلهوب رأس حربة صريح بعكس محمد السيابي اللي يميل للطرف أكثر. احنا وصلنا للختام خلاص، باقي تقريبا دقيقة، بكرة إن شاء الله تعالى في نفس الموعد الساعة 11، وبعد ذلك يوم الأحد راح يكون أكيد توقيت آخر على اعتبارنا أيضا المباراة الثانية راح تبدأ الساعة 10 وبالتالي تنتهي 12 إلا ربع إذا كان ما فيه طبعا أشواط إضافية بالنسبة لمباراة السعودية والإمارات. وإحنا أكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته في نصف النهائي أمام منتخب قطر، وإن شاء الله تعالى معا يا جمهور من أجل العبور. هلال مخيني وهيثم خليل شكرا لكم، رشيد جابر وفوزي بشير لكم جزيل الشكر. وصلنا الختام، نلتقيكم إن شاء المولى عز وجل في يوم الغد. هذه تحياتي وتحيات مخرج البرنامج الأستاذ سعيد المالكي، إلى اللقاء.